المرة الجاية هنكمل أفكار على الدوم، وبعد كده هنكمل الكود. فتعالى كده كمقدمة، هو إحنا في 3 سلايدات في الأول يعتبروا مقدمة للدرس، دول أهم حاجة. يعني هم أول 3 سلايدات دول لو أنت فهمتهم كويس الباقي كله تعويض في قوانين. فأول سلايد بيعرفك يعني إيه أصلا سيرفيس أوف ريفوليوشن. الناس بقى كلها قافلة المايكات. أول سلايد بيعرفك يعني إيه سيرفيس أوف ريفوليوشن. هو المنشآت ثلاثية الأبعاد اللي بتنتج من دوران خط او منحنى حوالين محور دوران. يعني ايه بقى؟ يعني لو احنا عندنا خط بيدور حوالين محور دورانه فده بيعمل حاجه اسمها كون. لو منحنى بيدور حوالين محور الدوران بتاعه فبيعمل حاجه اسمها دوم. الدوم اللي هي القبه بتاعه الجوامع. طب مميزات المنشآت دي ايه؟ اول ميزه ان القوه اللي عليها ضغط بس، واي منشا القوى اللي عليه بتبقى ضغط بس فبيديك تسليح قليل وابعاد خرسانيه قليله. فدي ميزه المنشات دي. هتلاقي دايما القبب بره بتتسلح مينيمم 6 في 10، واصلا القبه ما بتتصممش. زي ما هتشوف كمان شويه واحنا بنصمم هتلاقي ان الموضوع كله بيطلع مينيمم، كل التسليح في اي حاجه بيطلع مينيمم. فالقبه بره ما بتتصممش، هي صعوبتها في التنفيذ مش في التصميم. طب يعني ايه برضه السيرفيس اوف ريفوليوشن؟ اتفضل. صوتك بيقطع عندك انت بس على فكره، بيقطع الناس كلها يا جماعه. عندك انت؟ لا عندك هو بس معك. عندك انت بس، فانت راستر بقى ولا اعمل اي حاجه. فبنقول لك لو ده محور دوران اللي هو بالاحمر ده ودورت حواليه الخط ده هتلاقي الشكل اللي بينتج الكون. الكون ده يعني زي ايه؟ زي كده الترتور اللي هو بيبقى في المولد ده، هو شبه هو ده الكون اصلا. لو جبت بقى محور دوران ودورت حواليه منحنى هتلاقي ان بيتكون دي. في منشأ مشروع مش مهندس معمول كون؟ بس ما خدتش بالي قبل كده منشأ معمول حاجة كون. حاجه معموله يعني. كون هي ما بتبقاش كون بقى، بتبقى كون ناقص. يعني بتبقى تغطيه عباره عن كون ناقص مش كون كامل كده. يبقى كون ناقص خزانات. يا باشمهندس هي اللي كانت بتتعمل الكون. ايوه بقول لك اهو خزانات، غالبا خزانات قديمه كمان. تمام. فالكون ده شكل بيبقى ناتج من دوران خط حوالين محور الدوران. طب لو دورنا منحنى حوالين محور الدوران ده، منحنى بقى مش خط، هتلاقي اللي بيتكون دوم القبه. فالدوم هو عبارة عن قبة تنتج من دوران قوس أو منحنى حول محور دورانها. بنسمي الدوم أو الكون Surface of Revolution. منشآت بيبقى القوة اللي عليها ضغط بس وسمكها صغير وتسليحها مينيموم. عشان نصمم الكلام ده سواء الدوم أو الكون بنصممه باستخدام نظرية اسمها الممبرين ثيوري. يبقى الممبرين ثيوري دي بتصمم ايه؟ بتصمم اي منشأ عليه ضغط بس واسمه سيرفيس اوف ريفوليوشن، يعني الدوم والكون من الاخر. طب النظريه دي بتعمل ايه او بتصمم ازاي؟ المفروض ان الديزاين بتاع النظريه دي بيحول جميع القوى اللي على المنشأ لقوى ضغط سواء ان فاي او ان سيتا زي ما هتشوف كمان شويه. بيجي لك بقى سؤال دايما مشهور في الامتحان، يقول لك قارن ما بين المنشآت العاديه والمنشآت اللي واخده السيرفيس اوف ريفوليوشن من حيث الديزاين. فتعال كده نشوف الاجابه على السؤال ده بتبقى عامله ازاي. هتقوم جاي قاسم الصفحه نصين، النص اللي على الشمال هنتكلم على المباني العاديه، والنص اللي على اليمين هنتكلم على المنشآت اللي نوعها سيرفيس اوف ريفوليوشن سواء كون او دوم. في المباني العاديه هتقول له مثال مثلا زي الكاميرا. لو عندي كاميرا ودبساتي، لو عايزين نرسم الاستاتيكال سيستم بتاعها سيمبل وعليها حمل دبليو التيميت، ترسم المومنت والشير للكاميرا دي هتلاقي المومنت والشير عاملين كده. يعني اي منشا عادي الاستريننج اكشن اللي عليه بيبقى مومنت وشير، ولو هو طاي بيبقى عليه نورمال كمان. طب اما اجي اصمم المومنت والشير
بنصمم المومنت بالـ C1Z وبنصمم الشير معادلات الشير اللي احنا عارفينها. وعشان نقاوم المومنت ده بنقاومه بتسليح وبنكبر الدبس بتاع الكاميرا عشان تسيف ديفليكشن. فلقينا ان النظريه اللي بنستخدمها لديزاين اي عنصر عليه مومنت وعليه شير بنسميها البيم ثيوري. يعني البلاطات بتتصمم بيم ثيوري، الكاميرات زي كده، اي منشأ عليه مومنت وعليه شير بيتصمم ببيم ثيوري. فدي نظريه بتصمم اي عنصر عليه قص وعزم، وبينتج عنها حاجتين، تسليح كبير وابعاد خرسانيه كبيره. فدي عيوبها، بتدي تسليح كبير وابعاد خرسانيه كبيره. طب السيرفيس اوفرفوليوشن، قال لك لو عندك مثلا منشأ زي الدوم، فبنلاقي ان القوه اللي عليه قوتين بشكل رئيسي. ركز بقى بدايه من هنا، القوه الاولانيه قوه بتاثر من قمه الدوم لحد الركايز. توقع كده ان انت معاك شكل دوراني زي القبه، نص كوره كده، اقطع كره من النص وحطها على ترابيزه واثر عليها انت بقوه من فوق، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان الكره دي عايز تفتح لبره وعايز تنزل لتحت، فهتلاقي القوه اللي بتنزلك لتحت بنسميها القوه المحوريه، دي القوه اللي عايزه تنزل القبه دي لتحت. وبيتكون كمان قوه تانيه عايزه تفتح القبه دي لبره بنسميها القوه الممسيه. الاتجاه الرئيسي للحمل هو الاتجاه الراسي له، اللي واصل من فوق. يعني لو في حمل هنا، لو في حمل كده في الحته دي بضغط، فهو بشكل رئيسي بيتنقل في الاتجاه ده عشان يروح للركائز اللي هنا. فالاتجاه ده بنسميه الاتجاه الرئيسي للحمل اللي هو بتاع القوى المحوريه، او بنسميه الميريديان دايركشن زي ما هتشوف كمان شويه. الاتجاه التاني ده اتجاه ثانوي للحمل، وبنسميه الرينج دايركشن، او الاتجاه بتاع القوه الممسيه اللي عايزه تفتح القبه تخليها تفتح لبره. فقال لك يعني في الاخر اي قوه بتاثر على الدوم بتتحول لقوتين، والقوتين دول ضغط في الدوم من جوه. عشان كده يا باشمهندس مفيش مومنت ومفيش شير، فبيتولد على الاسطح دي ضغط فقط. عشان كده لما باجي احل المنشآت ده اهي بحلها بالممبرين ثيوري. بينتج بقى عن استخدام الممبرين ثيوري في الحل حاجتين، سمك صغير وتسليح صغير. دايما زي ما قلت لك الدوم والكون دايما بيتسلحوا مينيموم، يعني ما بنروحش نصممه اصلا. هي مشكله الدوم والكون في التنفيذ مش في التصميم. والسمك حتى هتلاقي ان السمك احنا بنفرضه مينيموم زي ما هتشوف برضه. يا باشمهندس اتفضل. هو ممكن يجي في الشفا ويسالني عن نظريه الممبرين ثيوري؟ ما انا قلت لك ايه الممبرين ثيوري تعرفها ايه؟ نظريه بتستخدم للمنشات اللي عليها ضغط بس، بتحول اي قوه لقوة في اتجاه الميريديان وقوة في اتجاه الرينج بس. هي دي الممبرين ثيوري. المفروض بقى انت بتصمم بيها ازاي؟ انك بتحول زي ما قلت لك، بتحول اي قوة لان فاي وان سيتا زي ما هتشوف كمان شوية برضه. بس مش اسألني زيادة عنها لان انا الصراحة مش فاهمها برضه قد كده. الدكتورة تقريبا حاولت تشرحها، احنا كنا متنحين. لا 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 مش هسألك اكتر من اللي قلته. تمام يا رب. تمام. باشمهندس اتفضل. هي القوة المحورية دي اللي هي بتمثل يعني تقريبا زي في البيم كده النورمال فورس؟ اه تقريبا زي البيم نورمال فورس، لانها قوه بتاثر من فوق وفي الاخر بتروح للركيزه، فهي بتضغط جوه الدوم، فهي زي النورمال فورس. الممسيه بقى ممكن اعتبرها زي ايه برضه عشان بس ابقى معاك بس في الصوره؟ بص هي الممسيه مش زي حاجه، لان ده منشا جديد. هو زي ما قلت لك كده، انت لو بتاثر على الدوم ده بقوه من فوق، وتوقع ان انت حاطه على ترابيزه مثلا او حاطه على ركيزه تحت، فانت بتاثر عليه من فوق وهو الدوم عايز يفتح لبره، فهي دي القوه الممثليه اللي عايزه تخليك الدوم يفتح لبره. طيب تمام. حاجه جديده ما خدناش قبل كده في اي عنصر، مفيش عنصر بتاثر عليه بضغط كان عايز يفتح لبره خالص.
تمام 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 حد عنده اي سؤال يا جماعه هنا؟ تعالى بقى نتكلم بشكل رئيسي على الموضوع بتاعنا اللي هو السيرفيس اوفر فاليوشن، وتعالى نفهم ايه هي الانترنال فورسز اللي جوه الدوم او الكو، او ازاي احول اي قوه عندي بتاثر على الدوم والكون لقوه ضغط جواه عشان استخدم الممبرين ثيوري. قال لك لو ده الدوم فهتلاقي ان الدوم بتاعك ده لو بتاثر عليه باي قوه فزي ما قلت لك القوه دي بتتنقل في اتجاهين، الاتجاه الرئيسي ده بنسميه الميريديان دايركشن، والقوه اللي جواه بنسميها الان فاي. فايه هو الميريديان دايركشن؟ ده الاتجاه الرئيسي لانتقال الاحمال من قمه الدوم لحد الركايه، واللي هو الاتجاه ده، والقوه اللي جواه بنسميها الان فاي. طب هل في اتجاه تاني لانتقال الاحمال؟ اه في اتجاه تاني اللي هو مين؟ بتاع المماس، اللي هو بتاع الرينج دايركشن. طب قبل ما نروح للرينج دايركشن، ايه هي اشارات الان فاي؟ الان فاي دي هنحسبها كمان شويه بقوانين، هتطلع الان فاي باشاره معينه. اما تطلع بالاشاره دي اقول عليها ضغط ولا شد؟ الان فاي اشاراته زي النورمال فورس بالظبط. يعني ايه؟ يعني لو الان فاي ده طلع من القانون بتاعه ان هو موجب، معناه ان الان فاي شد، يعني هتتصمم على انها شد. لو طلعت انها سالبه معناها ان الان فاي دي بتبقى ضغط. فالان فاي ليها اشارات اه يا موجبه يا سالبه، يعني مش دايما الان فاي ضغط. ازاي ما اثر على القبه من فوق بقوه محوريه تطلع لي قوه شد يعني؟ نتيجه ابعاد يعني القبه نفسها حسب القبه، حسب القطر بتاع القبه. يعني القبه لو صغيره، لو الدبس بتاع، لو الديامتر بتاعها صغير، غالبا هيطلع كل القوه اللي عليها ضغط. كل ما ابعاد القبه تكبر كل ما تلاقي ان القوه دي ممكن تقلب شد. عشان الزاويه زي ما هتشوف المره الجايه ان شاء الله هنشرح الحته دي، الزاويه بتاعت القبه اصلا هي المتحكمه في طلوع الان فاي موجب ولا سالب حسب الزاويه. في زاويه معينه الان فاي عندها بتقلب. قصدي حضرتك الان سيتا، الان فاي والان سيتا الاثنين تقلبش. لا الان فاي ممكن تقلب موجب. والله اللي كان في المحاضره عكس كده، بس مش عارف. ان سيتا هي اللي بتتغير موجب للسالب، لكن هي بتعتمد على الزاويه في اي. الان سيتا والان فاي برضه بتعتمد يا جماعه على الزاويه. لا الان فاي دائما سالب ليها ضغط. يعني هي هتبقى شد ازاي يا باشمهندس؟ بس بعد اذنك، يعني اتقال في المحاضره الان فاي دائما سالبه؟ اه دائما سالبه، والدكتور ما اثبتها. هي لازم تبقى سالبه، هتبقى موجب. يعني يا باشمهندس خلاص يا جماعه، انا غلطان ان فاي دايما سالبه. غلطان وممكن نظريا. لا لا انا غلطان فعلا، انا غلطان فعلا يا ابني، انا غلطان فعلا. ان فاي دايما انت غلطان يعني، خلاص انت اقدر نفسك عشان ان فاي دايما سالبه يا جماعه. ماشي تمام خلاص تمام. كده بقى الموجب دي اكتبها بقى من عندك، ان فاي دايما سالبه. مش طاقه. يبقى الميريديان دايركشن او الان فاي دايما بتطلع سالب. الاتجاه الثاني الرينج دايركشن، اللي هو الاتجاه او القوه في اتجاه الحلقات دي، يبقى ده بنسميه الرينج دايركشن، والقوه اللي جواه بنسميها الان سيتا. يبقى رقم 2 الرينج دايركشن او الان سيتا، ده الاتجاه اللي بيتنقل فيه القوه في الاتجاه المماسي او عمودي على الميريديان دايركشن، والقوه اللي جواه بنسميها الان سيتا. دي بقى اللي ممكن تبقى موجبه فعلا او سالبه. يعني الان سيتا ممكن تطلع موجب او تطلع سالب، وبتعتمد على الزاويه، بتعتمد على الزاويه بتاعه القبه. يبقى موجبه تبقى تنشن، سالبه تبقى كومبريشن. ده غير انها كمان بتعتمد على ان العنصر بتاعك ده هل هو قبه كامله ولا قبه ناقصه. يعني الكلام ده بيعتمد على كذا حاجه،
في الاخر خالص ال ان فاي ليها قانون دايما هيطلع سالب، ال ان ثيتا ليها قانون ممكن تطلعها موجبه وممكن تطلعها سالبه، فال ان فاي دايما كومبريشن، انما ال ان ثيتا يا تنشن يا كومبريشن على حسب الاشاره اللي هتطلع معاك. طب يا باشمهندس بعد اذنك كده اتفضل. هو احنا مش قلنا اصلا ان هو من مميزات السيرفيس اوف ريفوليوشن ده ان هي القوه اللي عليها بتبقى ضغط فقط؟ ايوه. طب ازاي بقى انا الاقي هنا في قوه لما تطلع تنشن ال ان ثيتا هتيجي تصممها هتطلع لك حاجه منهم برضه تنشن شويه. طب هو كده كده مش هي اصلا القبه بتبقى عايز تفتح لبره؟ طب ما عايز يفتح لبره ده يبقى هو ازاي على تنشن اصلا؟ طب ما تسيب الكلام ده في المساله. طيب ماشي باشمهندس، عندي سؤال تاني. اتفضل. الدكتور قال ان لو الارتفاع الريس ده قل عن ثمن الدايمتر هتبقى شالو، قال حاجه كده، قال مسمى غريب، ثانيه اشوفه، قال شالو اسمها ايه دي، شالو دوم او حاجه زي كده، ايه الفرق ما بينها وبين الدوم العاديه؟ شالو شيل. طب ما شالو شيل دي تقريبا مش عليك اصلا. ايوه بس يعني مش هيسالني فيها في الشفوي. لا مش هتيجي في الامتحان، لا هيجي في الامتحان ده بعديها يا عم. طب يعني انا ما اعرفش عليها زوم ولا ايه، انا ما اعرفش شالو شيل دي بتصمم ازاي صراحه. وقالها مسمى يعني هي الفرق ما بينها بس وما بين العاديه ان دي مثلا بيبقى عليها مومنت والعاديه ما لهاش ولا ايه بالظبط؟ مش عارف، اول مره اسمع عنها. خلاص تمام. هو ما قالش اي حاجه عنها، قال بس شالو شيل وخلاص. قال بس المسمى ده وسكت، فانا يعني استغربت. طب يعني طب ايه ابحث لك عنها واقولها لك. تمام جدا يا باشمهندس. يعني ايه شالو شيل اصلا يا باشمهندس؟ يا ابني لسه قايل ما اعرفش عنها حاجه. قصدي اسمها القبه بتفتح لبره ليه؟ انت لو بتاثر، بص كده، انت لو بتاثر على القبه دي بقوه من فوق، توقع كده ان انت حاطط القبه دي على اي حاجه، نص كوره كده وقطعتها وحطيتها مثلا على اي حاجه وبتاثر عليها من فوق، فهي عايز تفتح لبره. انت بتضغط من فوق فالقبه عايز تفتح لبره، عايز توسع كده لبره، عايز الحته اللي فوق ده ايه تنزل لتحت، وبالتالي دي عايز تفتح لبره، تطلع لبره. تمام. حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ يعني الان سيتا يا باشمهندس الاشاره بتاعتها بتتوقف على الزاويه سيتا وعلى شكل القبه، هي كامله ولا مش كامله؟ صح كده؟ ايوه. الزاويه فاي بقى مش سيتا يا باشمهندس، هو احنا ما عندناش زاويه سيتا اساسا. الزاويه فاي قصدي، هو انت الزاويه فاي؟ لا ايوه الزاويه فاي لسه قلنا الزوايا خالص. لما تيجي دلوقتي لما نيجي نقول زوايا هتلاقي ان الزوايا اللي عندها اسمها فاي بس، مفيش زوايا اسمها سيتا اصلا. تمام يا باشمهندس. يبقى ده كده يا باشمهندس عرفنا ان الدوم بيبقى فيه قوه ممسيه اسمها ان سيتا، وقوه راسيه او قوه محوريه اسمها ان فاي. عايزين بقى نحسب ان فاي وان سيتا دي بيتحسبوا ازاي. تعالى يا باشمهندس اقول لك القوانين اللي بتحسب ان فاي وان سيتا بشكل عام. هما قانونين، والقوانين دي مستنتجه من برين ثيوري. يعني انت المفروض لو عايز تدرس بقى الموضوع صح تدرس بقى ازاي حولنا القوه اللي على الدوم سواء قوه ديد لود او لايف لود ازاي حولناها لان فاي وازاي حولناها لان سيتا. الكلام ده كانوا المفروض بيشرحوه في مقرر اسمه خرسانه خاصه تقريبا او منشات خرسانيه خاصه حاجه كده، كان بيتشرح الممبرين ثيوري جت منين اصلا. بس ده مش عليك، انت عليك في الاخر ان القوه الديد لود او اللايف لود او اي قوه بتاثر على الدوم بتتحول لان فاي وان سيتا بقانونين. القانون الاولاني الان فاي بتساوي دبليو فاي على 2 باي ار ساين فاي، ده اول قانون بيحول اي احمال موجوده على الدوم لان فاي. القانون الثاني ان فاي على ار 1 زائد ان ثيتا على ار 2 بيساوي البي ار، وده القانون رقم 2. دي القوانين العامه بتاعه ان فاي وان ثيتا، تنفع لاي شكل دوم، كون دوم ناقص، كون ناقص، اي حاجه. بس احنا هنختصر او هنبسط القوانين ده اهي
حسب الأشكال اللي عندنا. يعني من الآخر هطلع لك بقوانين تانية مستنتجة من القوانين ده، ايه تنفع للدوم بس. هطلع لك بقانونين تانيين مستنتجة من القوانين دول تنفع للكون بس. وهقول لك كذا حال، كذا حالة، مرة دوم عادي، مرة دوم هاف سفير زي ما هناخد برضو قدام كمان سلايدين تلاتة، هناخد قوانين تنفع لكل حال وحدها. اختصار للقوانين دي، يعني انت لو عايز تصمم دوم وكون ممكن تستخدم دول بس، القانون ده والقانون ده، تجيب الـ N5 والـ N6. بس احنا هنختصر لك القوانين دي عشان نسهل عليك في الامتحان. فتعالى كده نقسم الصفحة نصين ونختصر القانونين دول، مرة للدوم والمرة التانية للكون. انا شايف شوية معاملات زي W فاي، زاوية اسمها فاي، R سمول، R1، R2، BR. في السلايد دي هعرفك يعني ايه R سمول، يعني ايه R1 كابيتال، يعني ايه R2 كابيتال. في السلايد الجاية هعرفك ازاي بنحسب الـ W فاي والـ BR. فالمعاملات دي هحسبها لك لكل حاجة دلوقتي، عشان كده قلت لك السلايدات دي مهمة، اللي جاية دي مهمة. أول حاجة تعال نتكلم على الـ R و R1 و R2 بالنسبة للدوم. ده الدوم بتاع سعادتك اهو، وده يا باشمهندس المحور بتاع الدوم، وده السنتر لاين او السي جي اللي لو سعادتك حطيت البرجل عنده وفتحت نص قطر الدوم اللي بنسميه ايه، هتعرف ترسم الدوم ده. تعال بقى بالراحة عشان ندرس اي دوم، فاحنا بندرس سيكشن معين، ولكن السيكشن ده هنا كده. يبقى عشان ندرس اي دوم اصلا بنروح ندرس سيكشن معين، بناخد سيكشن عند الدوم في عند الدوم في حته معينه. وعشان ندرس السيكشن ده لازم ناخد عنده موازي للدوم. الكلام ده مش هتعمله في الامتحان، انا بستنتج لك قوانين الدوم من القوانين دول. فده موازي للدوم عند السكشن اللي انت عايز تدرسه. وبنرسم خط عمودي من السنتر لاين لحد الموازي ده. الخط ده عمودي على على المماس. الخط اللي اترسم ده من السنتر وعمودي على المماس. طب بص بقى يا باشمهندس، الزاويه ما بين، ركز في ده هقوله، ما بين الخط اللي واصل للسكشن اللي هو عمودي على المماس وبين محور الدوران بنسميها فاي. يبقى دي اول حاجه اللي هي الفاي ده. يبقى الفاي هي مين؟ الزاويه المحصوره ما بين الخط المحور بتاع الدوم والخط الواصل من السنتر لاين بتاع الدوم او من السنتر بتاع الدوم لحد العمودي على المماس او لحد الخط اللي وصل للسكشن، دي اسمها فاي. طب ايه هي الار؟ هي المسافه الافقيه من عند السكشن اللي انت عايز تدرسه لحد المحور بتاع الدوم، دي اسمها ار. يعني الار دي بتتغير على حسب انت واخد السكشن فين. لو السكشن تحت خالص فيبقى الار دي المسافه دي كلها، لو السكشن فوق شويه الار بتقل. يبقى الار بتاعتك بتختلف على حسب انت واخد السكشن فين. طب كمل كده يا باشمهندس. لو خدت بالك بقى الزاويه دي اسمها فاي. بص كده في المثلث ده، دي 90 درجه لان الار عمودي ودي فاي. يبقى الزاويه الباقيه كام؟ 90. الباقي دي 90 ناقص فاي، لان 90 وفاي الحته اللي باقيه هتبقى 90 ناقص فاي. طب ما الخط اللي بالازرق ده اللي هو ده عمودي على المماس اصلا،
يعني الزاويه دي كده 90 برضه، وانت قلت لنا ان الزاويه في المثلث 90 ناقص فاي، يعني الزاويه ده ايه 90 ناقص فاي، والزاويه دي كلها 90 درجه، يبقى الزاويه من المماس لحد ار بكام؟ بالفاي. يبقى يا باشمهندس زاويه فاي ممكن نعرفها تعريفين. اول حاجه انها الزاويه المحصوره ما بين محور الدوم وما بين الخط الواصل للسكشن، دي فاي. او هي الزاويه المحصوره ما بين المماس للدوم عند السكشن اللي بتدرسه والخط الافقي، دي برضو فاي. يا الفاي يبقى يا دي يا دي. طب يا باشمهندس عايزين بقى نعرف ار واحد وار اتنين بالنسبه للدوم، او ار واحد وار اتنين عموما تعرفهم ايه؟ ركز بقى معايا. قال لك ار واحد ده اللي في القانون ده تعرفها هي نص قطر، النص القطر اللي برسم بيه الشكل اللي عندي. يبقى ار واحد دي نص القطر بتاع الدوم او نص القطر بتاع اي سيرفيس اوفر فوليوشن، ده تعريف الار واحد. يعني الار واحد ده يا باشمهندس هي الخط ده، ما انت خط واصل من السنتر لحد اي نقطه على الدوم اكيد ده نص القطر، وده ار واحد. طب ار اتنين تعريفها ايه في القانون العام؟ تعرفها يا باشمهندس هو الطول الواصل من سنتر لاين او من سنتر الشكل لحد المماس عمودي عليه. يبقى هو المسافه العموديه من محور الدوران لحد المماس للشكل. ايه ده يا باشمهندس؟ طب ما هي نفس المسافه دي، ما هي دي المسافة فعلا العمودية من خط الدوران لحد المماس. يعني المسافة ده ايه في الدوم هي R1 وR2، فنقول لك ده كده الR1 وR2 هي المسافة دي. طب ايه تعريف الR؟ الR هي المسافة الأفقية من المماس أو من السكشن لحد محور الدوران. فنقول لك في الدوم بس، في الدوم بس ار واحد هي ار اتنين هي هيها نص قطر الدوم اللي بنسميه ايه، ودي اول استنتاج في الدوم. الدوم ار واحد اللي هي نص قطر الدوم هي هيها المسافة العمودية من المحور لحد المماس، وار واحد هي ار اتنين هي الايه. تاني حاجة في الدوم ان الفاي ده ايه، الفاي اللي هنا دي بتساوي ساين ماينس وان مقابل على وتر في المثلث ده، في المثلث ده يا باشمهندس الفاي ده ايه ساين ماينس وان المقابل على الوتر، يعني ساين ماينس وان ار على ايه وبروز ده. يبقى في الدوم طلعنا بحاجتين، ان المسافه اللي اسمها ار واحد في الدوم هي هيها ار اتنين هي هيها الاي، والفاي ساين ماينس وان ار على اي. يبقى يا باشمهندس لو هنعوض في القوانين اللي فوق بالنسبه للدوم، فالقانون الاولاني ما تغيرش في حاجه، ان فاي بتساوي دبليو فاي على اتنين باي ار ساين فاي، ما اعرفش اختصره ازيد من كده. بس القانون الثاني ممكن اختصره. ليه؟ لان ار واحد وار اتنين متساويين وبيساووا ايه؟ بيساووا الايه؟ فنقول لك في الدوم الان سيتا او الان فاي زائد ان سيتا بتساوي البي ار في الايه وحتى المقام. خليت دي بايه؟ وخليت ده بايه؟ فيبقى ان فاي زائد ان سيتا بتساوي البي ار في الايه، ودي القوانين النهائيه لحساب الان فاي والان سيتا في الدوم.
عند اي سيكشن عند اي قطاع. حد مش فاهم ده يا جماعه؟ هو احنا قلنا يا باشمهندس الاي دي اللي هي اسمها ايه؟ نص قطر الدوم. يعني الايه نص قطر الدوم والار واحد برضو نص قطر الدوم؟ اه هي نفس التعريف. انا يعني سميت نص قطر الدوم اللي هو ار واحد سميته ايه بس. طيب ماشي تمام. حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ طيب بص بقى في اللي جاي ده الكون بقى. انا عرفتك بقى مره يعني ايه ار واحد وار اتنين، فتعالى كده نطبقها في الكون. ادي المحور بتاع الكون. اول حاجه، هل الكون ليه سنتر ترسم منه قوس؟ مالوش سنتر، دي اول حاجه. لو انت عايز تدرس قطاع عند الدوم عند الكون اسف، ولكن القطاع هنا، ورسمت خط عمودي من المحور لحد الموازي للكون، ما هو الكون الموازي ليه هو نفس الخط ده، هو اسم مش منحنى، فالخط ده هيبقى اسمه ايه؟ ار 2. يبقى ار 2 هو الخط العمودي من المحور لحد السكشن اللي انت عايز تدرسه. يعني الكون ليه ار 2 فعلا، وار 2 ده بتختلف على حسب انت واخد السكشن فين. لان كل مره مثلا لو انت واخد السكشن هنا، فانت عايز ترسم خط عمودي من هنا لحد المحور، يبقى الخط عامل كده، فتلاقي ار 2 بتختلف. دي اول حاجه. ثاني حاجه، ار 1 هنا بكام بقى؟ هي ار 1 مين؟ نص القطر اللي برسم بيه الشكل بتاعي. طب اذا كان الشكل اصلا مش مماس، قصدي مش منحنى، يبقى الار 1 بكام؟ ملهاش قيمه، فنقول لك ار 1 بما لا نهايه. ار 1 بما لا نهايه موجوده اصلا، والزاويه فاي هي الزاويه بين العمودي على الكون والمحور اللي هي نفس الزاويه دي، والمسافه ار هي المسافه الافقيه. يبقى بالنسبه للكون يا باشمهندس، ار 1 بما لا نهايه، ار 2 بقيمه، وآر عندك ده بقيمة، والفاي بتساوي ساين ماينس 1 آر على آر 2 أهو. طب ما تيجي نختصر القانون اللي فوق. أول قانون مش هيفرق معاك في حاجة، تعرف تختصر الآر ليها قيمة أصلا والفاي ليها قيمة، فبتكون إن فاي برضو بتساوي نفس القانون. طب بالنسبة للحتة التانية، عايز احسب ال ان سي ده بقى بالقانون الثاني. هقول ان فاي على ار واحد اللي في الكون بما لا نهايه، اي رقم على ما لا نهايه بكام؟ بصفر. يبقى اول مقدار ده بصفر، زائد ان سيتا على ار اتنين اللي هي لها قيمه بيساوي البي ار، فنقول لك يبقى ال ان سيتا بتساوي البي ار في ار اتنين، لان اول قيمه بصفر. وتلاحظ يا باشمهندس ان في الكون ان فاي بقانون وان سيتا بقانون تاني، امال في الدوم ان فاي بقانون، وعشان تجيب الان سيتا محتاج تجيب الان فاي اصلا من اول قانون. يعني ان سيتا في الدوم معتمده على الان فاي، امال في الكون ان سيتا مش معتمده على الان فاي، دي قانون ودي قانون تاني. طب ايه اللي خلاهم مش معتمدين على بعض؟ ان اول مقدار ده بصفر لان ار واحد بما لا نهايه. فملحوظه يا باشمهندس، في الكون الان سيتا ما بتعتمدش على ال فاي. ليه يا ريس؟ لان ار واحد في الكون بما لا نهايه، فالاتنين مش معتمدين على بعض اصلا، دي لها قانون ودي لها قانون. هنرجع ان شاء الله للقوانين دي المره الجايه بقى في الكون. احنا النهاردة هنشتغل على القوانين ده بس اللي هي بتاعت الدوم. باشمهندس، هو الممبرين ثيوري ديت بنستخدمها في شكل تاني غير الكون والدوم؟ في اشكال تانية بتبقى اسمها برضه سيرفيس اوف ريليوشن، اللي هي برضه زي ال كانت اسمها ايه؟ سلندريكال شيل. بس سلندريكال شيل مفروض ممبرين ثيوري برضه.
بس انا بحلها عادي بالبيم سيري، حاجه تقريبيه طريقه تقريبيه اي حاجه يعني. في منشات اصلا يعني برضو دوم بس ازاي ده فاكر اسمائهم والله. وفي حاجه اسمها ايه عقد هو بالعربي اسمه عقد حدي بس فاكر بقى اسمه ايه بالانجليزي. ايوه كده منشات يعني في حاجات تانية برضك، لكن القانونين دول فوق دول هما العامين لو انا هستخدم اي شكل دول بشكل عام بالظبط. دول اللي بشكل عام بيستخدموا لاي ممبرين ثيوري، دول القوانين بتوع الممبرين ثيوري اصلا نفس التعريفات R1 و2 ايوه بالظبط نفس التعريفات نفس كل حاجه. تبدا بقى تظبط القوانين بتاعتك على قد الحاجه اللي انت عايزها. لو عايز دوم فتبقى هي دي وعرفت استنتجناها منين. لو عايز كون يبقى هي دي. لو شكل تاني ارسمه وجيب له R1 و R2 وعوض في القانون الاولاني. تمام. حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ طب لو بصيت كده في القوانين في الاخر الموضوع في حاجه اسمها W5 وفي حاجه اسمها VR. ايه بقى دول؟ يعني ايه W5 وايه VR دي؟ تعالى يا باشمهندس نحسبهم. يعني ايه W5 ويعني ايه NR ويعني ايه VR اسف بنسميهم الويتس او الاكسترنال فورسز اللي هي W5 والVR. تعالى نشوف بنحسبهم ازاي. نتكلم الاول على W5. تعرفها يا باشمهندس هو مجموع الاوزان الكليه عند اي قطاع وحدتها بالكيلو نيوتن. يعني ايه برضه هتفهم دلوقتي حالا. لو سعادتك عندك مثلا دوم متعرض لديد لود، يعني دوم شايل وزنه بس وفلور كفر، ايه بقى الدبليو فاي ده؟ بص كده لو سعادتك خدت قطاع هنا. على فكره انت لما تاخد قطاع هنا سبحان الله هتبقى كانك خدت قطاع هنا لان الدوم دايره. فانت لو خدت قطاع هنا اهو اكنك قطعت في مستوى الدوم. يعني لو ده الدوم اهو فانت لما تاخد اي قطاع في الدايره ده كده اكنك قطعت في الدايره كلها. فلما تاخد قطاع هنا اكنك خدت قطاع هنا بالظبط. يعني ده قطاع واحد على بعضه كده. فنقول لك لو انت واخد القطاع هنا مجموع الاوزان اللي فوق القطاع ده بنسميها W5 وحدتها كيلو نيوتن. يعني ايه؟ يعني حمل مركز. يعني سعادتك عايز تركز جميع الاحمال اللي فوق القطاع واما تركزها هتسميها W5. طب لو انا عندي دلود زي ده وعايز اركز الاحمال دي هعمل ايه؟ اي حمل عشان تركزه ده حمل موزع على المتر المربع. الجي ده ايه موزع على المتر المربع. لو عايز اركزها اعمل ايه؟ اضرب في مساحه. فقال لك فعلا ال W5 الناتجه من حمل الديد لود بيساوي الديد لود مضروب في السيرفيس اريا في المساحه اللي بيأثر عليها الديد لود الموجوده فوق القطاع. يعني القطاع ده القطاع اللي في النص ده المساحة اللي فوق القطاع هي المساحة اللي فوق ده ايه؟ دي اللي هحسب لها السيرفيس اريا. اضرب السيرفيس اريا في الجي يديك حمل مركز بنسميه دبليو فاي. طب لو كان يا باشمهندس الدوم متعرض للايف لود، يعني لايف لود بقى اللي هو اي احمال حية، قال لك الحمل الحي دايما ما بيأثرش على الدوم كده او ما بيأثرش على الشكل كده، لا ده بيأثر على الهوريزونتال بروجكشن فوق كده. طب عايزين نجيب ال W فاي الناتجه منه وليكن هناخد قطاع هنا برضه اللي هو الناحيه الثانيه هنا ده قطاع واحد يا شباب. ال W فاي انك تركز الاحمال اللي فوق دي. طب انت لما جيت تركز حمل الديد لود ضربته في السيرفيس اريا، ضربته في المساحه المايله لانه كان على المايل. طب المره دي اللايف لود بيأثر على الافقي، عايز اركز مساحته او عايز اركز القوه بتاعته. قال لك الدبليو فاي الناتجه من اللايف لود
بتساوي اللايف لود مضروب في الهوريزونتال اريا، المساحه الافقيه. طب لو انت جبت دوم وقطعت كده بسكينه خط افقي، هيبان لك المساحه الافقيه لو بصيتلها من فوق. واقع كده جايب دوم وقطعته بسكينه نصين، هيبان لك دايره، فيبقى الهوريزونتال اريا هنا دايره، مساحه دايره، ونص قطر الدايره اللي هي يا باشمهندس هي المسافه من محور الدوم لحد القطاع اللي انت عايزه، يعني لحد هنا مثلا دي اسمها ار. لو القطاع تحت شويه يبقى الار دي كلها. انما السيرفيس اريا بتاعت الدوم ليها قانون هناخده كمان شويه. هو بعد اذنك يا باشمهندس، هو هيجي لايف لود ازاي وهو سطح غير محمل اصلا؟ ممكن يا عم يبقى عامل ولا حاجه يعني بيعمل له، بيعمل اي صيانه فوق او كده. وبعدين يا باشمهندس لو سمحت، المساحه السطحيه من جزء الكره ده هنحسبها ازاي؟ لسه بقى يا ابني هنبقى قوانين لسه هنحسبها. لا تمام. فاللايف لود ده بنفرضه فرض بس ان حد طالع يعمل صيانه او اي حاجه. تمام كده يا شباب؟ طيب كده خلاص عرفت ان لو عندي ديد لود او لايف لود ازاي احول الديد لود واللايف لود اللي عندي ل دبليو فاي. طب اشارات الدبليو فاي ايه؟ الاهم من انك تحسب الدبليو فاي انك تحدد اشارتها. ركز في الكلام ده كويس عشان ده اللي بيفرق معاك بعد كده في المساله قدام في الديزاين. قال لك اشارات الان فاي، القانون او القاعده بتقول لك ايه؟ لو الان، لو الدبليو فاي بتضغط على القطاع تبقى سالبة، لو بتشد في القطاع تبقى موجبة. مش فاهم؟ تعالى يا باشمهندس نشوف. لو أنا عندي قبة وعليها لايف لود أو ديد لود أيا ما يكون يعني، وعايز أدرس القطاع اللي تحت ده اللي هو القطاع رقم واحد واحد ده، عايز أشوف إشارة الدبليو فاي عند القطاع ده موجبة ولا سالبة. بص هعمل ايه؟ اول حاجه الاحمال دي بتاثر من فوق لتحت، يعني تركيز الاحمال دي عند القطاع هيبقى بيأثر من فوق لتحت. حد عنده اعتراض؟ اكيد التركيز بتاعه من فوق لتحت. لو السهم بتاع التركيز بيضغط على القطاع داخل على القطاع، تحط ايدك عند القطاع كده وشوف السهم بيضغط في ايدك ولا لا. لو بيضغط في ايدك فده معناه ان الدبليو فاي اشارتها عند القطاع ده سالبه ضغط. طب ما كده يا باشمهندس طول عمرها هتبقى سالبه. هو انت ممكن يجي لك حمل بيأثر من تحت لفوق؟ ما الحاله الوحيده اللي يخلي لك الحمل او التركيز يشد في القطاع ان الحمل يتعكس، فالتركيز بتاعه يتعكس. هل الكلام ده متاح اصلا؟ اه يا باشمهندس. طب ازاي؟ ركز معايا بقى. لو ساعدتك ارسمها الاول في حاله غير اللي معانا، وبعد كده ارسمها في الحاله اللي معانا. في حاله هنا معانا مرسومه عندك، تعال ارسم لك حاله تانية غيرها اقرب. يعني لو الدوم بتاعك مقلوب كده وحطيت فيه ميه وعايز تدرس القطاع اللي هنا، تركيز احمال الميه دي بيأثر ازاي؟ من فوق لتحت كده. فده الدبليو فاي. احسبها ازاي للميه هنعرفها ان شاء الله كمان شويه في جدول كده يلخص لك كل الكلام ده. طب الدبليو فاي اهو، لو حطيت ايدك عند القطاع الدبليو فاي دي بتشد ولا بتضغط؟ دي بتشد، تبقى موجبة. طب حالة تانية، لو انت عندك دوم معدول عادي والدوم ده كان بيغطي مصنع، وبخار المصنع او الضغط بتاع البخار بيأثر في الدوم من تحت لفوق، وعايز ادرس القطاع ده، التركيز بتاع الاحمال ده عامل ازاي من تحت لفوق؟ وبالتالي تركيز الدبليو فاي لو حطيت ايدك عند القطاع هتلاقيه بيشد في ايدك،
معلش ده باشمهندس ايه القوه اللي بتعمل اللي فوق دي ده بخار مثلا في مصنع او كده وده بخار ضغط بخار ضغط هواء يعني بس ايا كان يا باشمهندس كده كده في قوه ديد لود جايه من فوق ماشي ما ده المحصله دي اه طيب ماشي لا بس نتكلم ان الحاجه عليها قوه واحده بس طب يا هندسه بعد اذنك هو مش المفروض القبه تتقلب يبقى لتحت زي ما حضرتك رسم على اليمين كده ليه دي مش ميه دي ده بخار ده ضغط هواء انما ده انا قلبه كده عشان احط فيه ميه انا بقول لك الشد يتولد امتى يا اما يبقى كو يبقى دوم جواه ميه فالشد بيشد في القطاع ده فيبقى موجب او يبقى دوم عادي خالص بس اللي بيأثر جوه ضغط فالضغط اللي جوه ده تركيزه برضو من تحت لفوق ويبقى بيشد في القطاع ده فلو في الاخر خالص عايز اقول لك ايه ان لو محصله الدبليو فاي بتشد في القطاع يعني لو حطيتك عند القطاع ولقيت ان المحصله بتشد في ايدك يبقى ده يا باشمهندس بيشد في القطاع واشارتها موجبه ده معناه ايه ان اشارات الدبليو فاي بتعتمد على القطاع مكانه فين حسب القطاع مكانه فين الدبليو فاي اشارتها بتعتمد عليه خد بالك من ده يعني الدبليو فاي ممكن في مساله واحده تلاقي الدبليو فاي ليها مره اشاره موجبه ومره اشاره سالبه بس المساله دي مش هتبقى عليك اللي هي فيها مره الدبليو فاي موجبه ومره فيها الدبليو فاي سالبه فخلينا نقول في الاخر ان الدبليو فاي بجيب اشارتها ازاي بشوفها بتشد في القطاع ولا بتضغط بتضغط على القطاع تبقى سالبه بتشد في القطاع تبقى موجبه بحسبها ازاي بقوانين حسب طبيعة الحمل اللي بيأثر على الدوم لو ديد لود يبقى ديد لود في السيرفيس اريا لو لايف لود يبقى لايف لود في الهوريزونتال اريا طب الحاجة التانية اللي هي البي ار باشمهندس طب احنا هنحسب المساحة السطحية ازاي لسه يا ابني هقولها والله للسلايد جاي على طول ماشي البي ار هي تعرفها ايه بص كده هي مركبه القوى العموديه عند اي قطاع وحدتها كيلو نيوتن على المتر المربع طب مش فاهم يعني ايه ركز بقى معايا تعالى برضو نتكلم لو القبه متعرضه مره لديد لود والمره الثانيه لللايف لود لو القبه متعرضه لديد لود كده بص بقى الحمل بتاعك بيأثر اهو راسي لو انت مختار القطاع ده فالحمل اللي هو الديد لود عشان اجيبه بي ار كل اللي هعمله بس مش هركزه ولا اي حاجه انا هحلل الديد لود بلما هو بيأثر من فوق لتحت هخليه يأثر عمودي على القطاع كده وبنسمي التحليله ده ايه البي ار فهتلاقي البي ار دايما ليها علاقه بزوايا الحمل اللي عندك مضروب مثلا في ساين فاي كوزاين فاي فانت يا باشمهندس تعريف البي ار ايه هي مركبه القوى زي ما هي من غير تحليل من غير اسف تركيز القوى زي ما هي كل اللي بعمله بس ان بروح احللها عموديه على القطاع خد بالك يا باشمهندس ده لازم القوه بتاعتك تبقى بتاثر على الدوم ذات نفسه يعني الجي ده هي كل اللي هعمله بس ان احللها بسرعه فهتلاقي ان البي ار بتاعتها بتساوي الجي كوزاين فاي وشكرا طب لو عندك لايف لود قال لك اللايف لود بيبقى البي ار بتاعته اللايف لود في كوزاين تربيع الفاي مره بحلله اجيبه
زي الديد لود، والمره الثانيه احلله كمان كوزاين عشان اجيبه بي ار، فهتلاقي مضروب كوزاين تربيع مره بكوزاين يبقى عامل زي لايف لود زي الديد لود اسف، والمره الثانيه بحلله ثاني عشان يبقى بي ار. ما علينا، البي ار بتساوي لو لايف لود بي بكوزاين تربيع فاضي. طيب خلاص كده فهمت اشارتها عاملة ازاي بقى. زي ما قلت لك اشارات دبليو فاي، فلازم اشرح لك اشارات البي ار. ركز معايا يا باشمهندس، بس الكوزين تربيع اتربعت تاني ليه تاني مرة؟ عشان تحولها، ما هي اول مرة عشان تبقى زي الديد لود، المرة التانية عشان تبقى عمودية على السطح، عمودية على القطاع. تمام تمام. طب اشارات البي ار ايه؟ قال لك بص باختصار كده واحفظها كده قاعده، دايما البي ار اشارتها ثابته لكل المساله لاي قطاع. يعني لو عندك مساله دوم وجيت عند اول قطاع جبت البي ار اشارتها سالبه فانت مغمض، جميع القطاعات الباقيه اشاره البي ار سالبه. ايه ده يعني البي ار ما بتعتمدش على مكان القطاع؟ لا يا باشمهندس. امال بتعتمد على ايه؟ قال لك اشاره البي ار بنقول لك القاعده بتاعتها، لو البي ار خارجه من المركز تبقى موجبه، لو داخله على المركز تبقى سالبه. يعني ايه؟ يعني لو عندك حمل كده ديد لود، انا هعتبر ان انا عايز اجيب الاشاره بتاعت البي ار عند السكشن ده اللي هو السكشن اللي تحت رقم واحد. هل السكشن بتاعي يفرق في حاجه؟ لا. يعني خدت السكشن هنا فوق في النص مش فارق. ده اهم حاجه يا باشمهندس تعرفها، ان انا هعتبر اكني بركز البي ار، اكني بركزها كده عشان اعرف بس اشارتها، واشوف التركيز ده داخل على مركز الدوم ولا لا. يعني الدوم ده عشان يترسم مركزه هنا، طب التركيز بتاع البي ار داخل على المركز ولا لا؟ اه داخل على المركز، يبقى اشارتها سالبه. طب لو عندك يا باشمهندس الدوم بيأثر عليه الحمل ده بتاع ضغط الرياح او اي ضغط بخار اي حاجه، هعتبر اكني بركز البي ار فهتركز لفوق. اسالها سؤال بقى، التركيز ده داخل على المركز ولا طالع من المركز؟ هو فين المركز؟ ما المركز بتاع الدوم ده هنا، فالتركيز ده طالع من المركز. طالما طالعه من المركز يبقى اشارتها موجبه. يبقى يا باشمهندس البي ار سالب او موجب على حسب البي ار داخله للمركز ولا طالعه من المركز. طب الدبليو فاي سالب او موجب على حسب التركيز بيضغط على القطاع ولا بيشد في القطاع؟ باشمهندس هو ازاي تركيز البي ار، مش المفروض البي ار قوه عموديه؟ بقول لك بقى انا هعتبر جزافا اكن البي ار عامله كده عشان احدد اشارتها بس. يعني يا باشمهندس من الاخر اشاره البي ار هي نفس اشاره الدبلي. بس ممكن عشان انت بتاخد المساله برضو اللي فيها الدبليو بتتعكس في مسألة كده اللي هي الدوم بكانتليفر، هتلاقي موضوع مختلف شوية. لا احنا ما احنا خلينا نقول على موضوعنا، اذا على موضوعنا على موضوعنا اشارة الدبليو هي البي ار. كلام جميل تمام. بس مهندس هي الدبليو ممكن تكون بتتعكس، خليك بس بالقاعدة العامة احسن. اتفضل. الدبليو تقول ممكن تكون بتتعكس ده اللي هو ازاي يعني؟ انا هقولها بس هي مش عليك. تمام طيب ماشي. لا لو انت عندك الدوم ده كان في كانتليفر نازل منه كده، ساعات الدوم بيتعامل حته كانتليفر بعد الركايز، الكانتليفر ده عشان تحسبه هتحسبه من الناحيه الثانيه، دايما اي كانتليفر الاسهل انك تحسبه من ناحيه بره. طب القوه اللي الكانتليفر ده شايلها مين؟ القوه اللي تحتيه، فالقوه اللي تحتيه تركزها لتحت كده، فتلاقي ان لو القطاع فوق الدبليو فاي بتضغط على القطاع، لو خدت القطاع تحت الركيزه بعد الركيزه الدبليو فاي بتشد، فتلاقي ان الدبليو فاي فوق سالبه وتحت موجبه. فمش فاهم.
كانتليفر ده يا باشمهندس؟ ايه؟ مش فاهم موضوع الكانتليفر ده. خلاص بقى مش عليك يا عم. مش عليك يا ممكن تبقى دوم كانتليفر مش عارف يعني عايز اروح لك بس مش عليك يا عم مش هتلخبط نفسك. خلينا نقول ان هي من غير كانتليفر عادي خالص. فعلا خلاص عرفنا بنجيب الاشارات ازاي. حد عنده مشكله في الحته دي؟ ساكن الكانتليفر ده. حد عنده مشكله يا جماعه؟ تمام يا هندسه. كده خلاص عرفنا ازاي بنحسب ال W فاي لو عندي ديد لود ولايف لود واشارتها ازاي. وهكذا البي ار لو عندي ديد لود ولايف لود واشارتها عامله ازاي. طب هل انا دايما هيكون اللي بيأثر على الدوم ديد لود ولايف لود فقط؟ طب ممكن يأثر ضغط زي ده، ممكن يأثر حمل مركز، يعني حمل مركز على الدوم ازاي احسب له الدبليو فاي والبي ار؟ طب ده الدبليو فاي والبي ار معتمده على السيرفيس اريا والهوريزونتال اريا. طب انا بعرف اجيب الهوريزونتال اريا لانها دايره. طب السيرفيس اريا بتاعت الدوم ايه؟ طب لو الشكل ده كون السيرفيس اريا بتاعته عامله ازاي؟ طب لو دوم ناقص، طب لو كون ناقص. طب تعالى يا باشمهندس بقى في السلايد الجايه اديك شويه قوانين تلم لك كل الكلام ده. مبدئيا تعالى نتكلم على الدبليو فاي والبي ار لمختلف انواع الاحمال. زي ما قلت لك اول ثلاث سلايدات هم تكون والدوم يا ابني. يعني انت لو الثلاث سلايدات دول ذاكرتهم كويس هتلاقي ان الدوم تكون بعد كده تعويض في قوانين. اول حاجه الحاله بتاعتنا كل حاله نحسب لها الدبليو فاي والبي ار. لو عندك ديد لود الدبليو فاي بكام؟ الديد لود في السيرفيس اريا. البي ار بكام؟ الديد لود مضروب في كوزاين فاي. لو عندك لايف لود فالدبليو فاي اللايف لود في الهوريزونتال اريا. البي ار بتاعت اللايف لود البي او اللايف لود في كوزاين تربيع فاي. ودي قوانين خدناها قبل كده. الحالتين الجداد لو عندك ضغط بريشر فالدبليو فاي البريشر مضروب في الهوريزونتال اريا والبي ار بتساوي بريشر بس بتساوي قيمه البريشر لان البريشر اصلا بيجي عمودي على السطح دايما فمش محتاج تحلله. لو عندك حمل مركز احسب له الدبليو فاي والبي ار ازاي؟ اول حاجه بالنسبه للدبليو فاي الاف في 2 باي ار اف في محيط لان الحمل ده يا باشمهندس ما هوش مركز هو حمل لاين لود. يعني ايه لاين لود؟ يعني لو انت عندك كده قبه عامله كده قبه ناقصه دي القبه من فوق بيجي لها حمل من فوق كده لاين لود. يعني ايه لاين لود؟ يعني بيأثر على الخط اللي فوق ده كل متر طولي بنسمي الحمل ده اف. فلو احنا عايزين نركزه هنعمل ايه؟ هنضرب الاف في المحيط بتاع اللاين لود فاف في 2 باي ار. طب بالنسبه للبي ار يعني ده لاين لود يا باشمهندس ولا كونسنتريتد لود؟ يعني الاسم بتاعها ده كونسنتريتد لود اللي بيأثر في الشكل ال2 دي كحمل مركز اصله في ال3 دي لاين لود. تمام؟ اه يعني انت هو هيجي لك 2 دي فلما هيجي لك 2 دي هيجي لك حمل مركز كده. انت تبقى فاهم ان تكون في ال2 دي لو مديك حمل مركز هو كان اصله في الاصل ان هو حمل لاين لود فلما تيجي تجيب له الدبليو فاي اف في 2 باي ار. تمام؟ ايوه تمام كده. البي ار بتاعته بصفر ما ينفعش تحلله اصلا عمودي. ثانية بقى أنا عندي سؤالين. اتفضل. أول حاجة البريشر المفروض إن هو على المساحة السطحية، ليه خليناها على الهوريزونتال أريا؟ لا هو دايماً عمودي على المساحة. يعني هو دايماً أيوة. على في كام حلناهوش. فإحنا بناخده بالتقريب البريشر دايماً بيضغط في الهوريزونتال أريا مش في السيرفيس أريا. مش هو عمودي على المساحة والمساحة عندي مساحة اللي هي سيرفيس أريا؟ لا هو الديد لود ما كانش عمودي على المساحة، هو الديد لود كان في الهوريزونتال بروجيكشن بس موزع على المساحة.
لا ما اتكلمش على الديد لود، انا بتكلم على البريشر. اي بريشر بيبقى ايوه انا فاهم، عشان كده ضربنا الديد لود في السيرفيس اريا، انها بريشر لا في الهوريزونتال اريا. قوانين يا سلمي، سلمي انا مش هتسد القوانين، هي قوانين. طيب إيه ليه ما حللناش الاف؟ الاف اه ما ليه دي ار بتساوي صفر؟ ايوه ليه؟ شيء راسيه ما اعرفش يعني، هنحفظ كده من غير ما نفهم؟ طيب اه هي كده، هي قوانين. هروح هروح اعمل لك قوانين كمان، حرام يا ابني، هي قوانين. هي الاف ليه ما اتحلتش؟ هي عشان القوه بتاعتك لاين لود اصلا، فمش هتعرف تحللها راسي، تعرف تحللها عمودي قصدي. الحمل اصلا هو بي ار تعرفها ايه؟ الحمل على على الشكل الاول، تجيبه على الشكل وبعد كده تحلله عمودي. فانت هتجيب الاف ازاي على الشكل بقى كده ولا اللود؟ مش هو اساسا بيأثر لي على 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 الشكل راسي، او يأثر على الدايره اللي فوق؟ اه الدايره اللي فوق، عايز اجيبه على الشكل ده نفسه على السطح. اجيبه ازاي على السطح؟ اه فاهم يعني، هو الحمل جاي من فوق اصلا مركز كده على الدايره. تمام، فدي القوانين يا شباب بتاع ال W5 وال BR. ما تعمل زي اخوك سلمي يا ابني، خد القوانين زي ما يحفظها، لسه نقعد نستنتج هي كده جالك بريجر اضرب في الهوريزونتال ايه ليه؟ هو ربنا عايز كده، ال BR في بريجر بس، ال F بصفر، مش عايز تعملها بصفر، عايز تنتجها استنتجها انت بقى مع نفسك، هي بصفر. مشكلتي بقى دلوقتي في السيرفيس اريا والهوريزونتال اريا، احسبهم ازاي؟ تعالى يا باشمهندس ناخد اشكال مختلفه لحساب السيرفيس اريا والهوريزونتال اريا والحجم. الحجم ده على فكره هحتاجه لو عندك ميه، احنا عشان الترم ده مش هناخد، او انت حتى من العام مش هتاخدوا الميه خالص، انشاءات هياخدوا هياخدوا الخزانات الترم الجاي اللي على شكل سيرفيس اوفر ريليوشن، فكده هيحتاجوا الفوليوم ده في حساب ال W5 وال BR لو عندك ميه، فشلتها من عندك بقى عشان انت ما عندكش ميه اصلا. فانت عايز بس تحسب السيرفيس اريا والهوريزونتال اريا لاي شكل. تعال نبدا اول حاجه، لو عندي شكل اسطواني، اسطوانه زي دي، عايز احسب لها السيرفيس اريا بتاعتها. الاول الاسطوانه دي ارتفاعها واي ونص القطر بتاعها ده ار. عايزين نحسب يا باشمهندس السيرفيس اريا. سيرفيس اريا يعني مساحه جانبيه بتساوي ايه؟ محيط القاعده في الارتفاع. قوانين تانية اعدادي، يبقى السيرفيس اريا بتساوي محيط القاعده اللي هو 2 باي ار في الارتفاع واي. الهوريزونتال اريا اي مساحه افقيه دايره، فيبقى باي ار تربيع. لو عايز تجيب الحجم فهو مساحه قاعده في ارتفاع مش محيط، مساحه القاعده باي ار تربيع في واي. طب لو عندي دوم، لو عندي دوم احسبها ازاي؟ خلي بالك ما تهملش الاسطوانه بعد اذنك، احفظها برضه هتحتاج. اه انت مش انت ماشي خلاص، ما عندكوش ميه مش هتحتاج الاسطوانه في حاجه. الاسطوانه دي محتاجه في الحاجات اللي فيها ميه. طيب الدوم، الدوم اهو نص قطره ار، نص القطر الافقي، نص القطر اللي بيرسم الدوم ايه؟ ارتفاع واي. السيرفيس اريا 2 باي اي واي، نفس اللي فوق بس الار بقت ايه. الهوريزونتال اريا اي قطاع في الدوم، لو قطعت في الدوم اي قطاع هتلاقيه دايره، فباي ار تربيع. لو عايز تجيب حجمه فالحجم بتاعك باي واي على 6 في 3 ار تربيع زائد واي تربيع. طب لو عندي جزء من دوم، بارت اوف دوم، يعني جبت دوم كده وقطعته، نص القطر اللي تحت بنسميه ار كابيتال ونص القطر اللي فوق بنسميه ار سمول. عايز اجيب السيرفيس اريا، السيرفيس اريا بتساوي 2 باي اي واي، نفس ده بالظبط مع اختلاف ان دي الواي الكبيره انما دي الواي الصغيره دي. يعني الواي هو ارتفاع الدوم ايا ما يكون عامل ازاي. طب الهوريزونتال اريا، حد يعرف من غير ما اكتبها الهوريزونتال اريا بتاعت اي شكل من دول عامل ازاي؟
دائره ناقص دائره دائره كبيره دائره كبيره ناقص دائره صغيره فيبقى الهوريزونتال اريا باي ار سكوير ناقص باي ار سكوير سمول. الفوليوم لو عايز تحسبه فهو القانون ده. لو عندي كون كون بالمنظر ده البعد ده اسمه ار ارتفاعه واي والبعد على المايل اسمه اس. وعلى فكرة الاس ده ايه مش لازم تكون معطى لانه ممكن يديك الواي والار بس وانت تجيب الاس في فيثاغورس. لو السيرفيس اريا بتاعتها بكام باي ار اس الهوريزونتال اريا باي ار سكوير لانه دايره من تحت ما تكون دايره من تحت برضو. الفوليوم بالقانون ده تلت حجم الاسطوانه. رقم خمسة لو عندك بارت اوف كون يعني جزء من الكون عامل كده القطر اللي تحت ار كابيتال القطر اللي فوق ار سمول الارتفاع واي اول حاجه والحته المايله دي اس. اول حاجه السيرفيس اريا باي في اس بس بدل الارض اهي بجمع الارين مع بعض. الهوريزونتال اريا باي في ار سكوير ناقص باي في ار سكوير مساحتين طرح بعض. الفوليوم نفس ده بالظبط بس الار تربيع دي هتبقى ار تربيع زائد ار تربيع زائد ار فار. ويبقى كده كتبت لك جميع القوانين. باشمهندس اتفضل. هو ازاي سيرفيس اريا بيساوي باي ار باي اس في ار زائد الار؟ انا كده يعني انا كده سيرفيس اريا بتاعت الجزء ده اكبر من سيرفيس اريا بتاعت الكون نفسه. ما هي الار دي يا ابني غير دي اصلا. ما انا عارف بس كده كده الار كابيتال هي نفس الار سمول اللي فوق. لا لا مش شرط. قانون يا سلم قانون يا ابني اقعد انت بتاع القانون انت. هنا باشمهندس ضربنا باي الباي اس ضربناه هنا في ار اللي هي السفليه خالص. هنا الباي في اس ضربناه برضك في ار السفليه. دي مختلفه يا ابني عن دي يا ابني. انت بتقارن بايه؟ الاس مختلفه. اسف ما خدتش بالي ان اختلاف الاس. ماشي شاطر يا سن. يا ريت ما تنكش تاخد بالك كتير يا عم. اقعد انت قاعد انت مش حابب تسال سيبنا اسال. اول مره اشوف حد يسال في قانون. مش عارف قلبي يا ابني قلبي ضعيف يا ابني والله. مش بدل ما احفظ القوانين وانا مش احفظ القوانين بدل ما احفظ القوانين. انا ما بعرفش احفظها. هتحفظها برضه ما اداش غير انك تحفظها اصلا. طب كده يا باشمهندس كتبت لك كل القوانين بتاعه الدبليو فاي والبي ار في الحالات اللي ممكن تيجي عندنا. وعلى فكره القانون ده هبدا بيه السكشن الجاي او الجدول ده هبدا بيه السكشن الجاي تاني لان هنحتاجه السكشن الجاي. والبروبرتيز بتاعه اي سكشن ممكن يجي لك. طيب يا باشمهندس لو عايز تعرف اللود ترانسفير اتفضل. الفوليوم مش معانا عشان ما اقعدش احفظه. لا 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 الفوليوم مش معاك تمام لانك ما عندكش اي حاجه فيها ميه. احفظ بس السيرفيس اريا والهوريزونتال اريا. اللود ترانسفير ازاي الاحمال بتتنقل عن طريق الدوم او الكون عموما يعني. فالاحمال عندها بتتنقل في صورتين. اول حاجه ان فاي ثاني حاجه ان ثيتا. الان فاي زي ما اتفقنا هي الحمل اللي بيتنقل في اتجاه الدوم. يعني لو ده الجزء بتاع الدوم رود الدوم مكمل بقى لجوه انا خدت جزء منه بس. فالان فاي هي الحمل ده اللي جاي من قبة الدوم من قمة الدوم لحد تحت دي بنسميها الان فاي. طب دي جاية على المايل الركائز تتلمها ازاي؟ هتلاقي ان القوة دي بتتحلل راسي فيرتيكال وافقي هوريزونتال والراس الفيرتيكال ده بيتشال بقوة او كاميرا راسية لان الحمل خلي بالك بقى الحمل ان فاي ده جاي لكل متر. هو جاي لكل متر داير ما يدور كده هيتحلل راسي زي ما نشوف كمان شويه واحنا بنصمم الفيرتيكال بيم. فالحمل الراسي ده هو كمان هيبقى لكل متر فهو محتاج كاميرا تشيله. فيبقى الان فاي تسلسل الحمل عامل ازاي؟ الحمل الاول بيأثر على الدوم ديد لود او لايف لود. بعد كده بص كده هعملها لك اهو تحت هنا كده الديد لود او اللايف لود او اي حمل
يوم جاي مقسوم نصين، اول حاجه ان فاي، وتعال نكمل مع الان فاي. الان فاي عايزه تروح للركايز، هي رايحه على الميل في مستوى الدو، تقوم جايه متحلله راسي وافق. فالان فاي هيبقى ليها مركبتين، مركبه فيرتيكال ومركبه هوريزونتال. الحمل الافقي ده اللي في الكاميرا الافقيه الدائريه، عندك كاميرا افقيه ودايره، فالكاميرا دي دايره مع الدوم. اي كاميرا افقيه دائريه شايله حمل في المستوى بتاعها، بيبقى الحمل بتاعها ده او الحمل اللي بيموت فين؟ بيموت جواها، يعني ده بيتشال ذاتيا مع نفسه، ملوش ركايز، هي الكاميرا شايله نفسها. اي كاميرا رينج دائريه جواها قوه، القوه دي في نفس مستواها بيبقى اتزان القوه مع نفسها. طب والحمل الفيرتيكال ده جاي كل متر طولي، فتلاقيه بيأثر على الكاميرا الرئيسية، يبقى الفيرتيكال ده هيروح للفيرتيكال بي. طب الفيرتيكال بيم دي بتعلقها في الهواء؟ لا يا باشمهندس، ده هنبقى احنا حاطين تحتها أعمدة. يعني الفيرتيكال بيم الدائرية دي دائرية برضو مع الدوم، بيبقى فيه تحت منها أعمدة، فيبقى تحت كده فيه كولم، ومن الكولم بقى تروح للفوتنج، ومن الفوتنج تروح للصوير. فتتابع حمل الان فاي عامل ازاي؟ الان فاي يروح يتحلل فيرتيكال لود رايح للكاميرا الرئيسيه، وهوريزونتال لود رايح للكاميرا الافقيه، والكاميرا الافقيه تشيل نفسها، الكاميرا الرئيسيه متشاله على اعمده، ومن اعمده الاساسات، ومن اساسات لسويل. طب ده تتابع الان فاي. طب بالنسبه للان سيتا، قال لك الان سيتا احمال في اتجاه الدوم دائريه، يعني شبه الاحمال اللي على الكاميرا الافقيه. طالما عندك حلقه دائريه وبيأثر جواها حمل شد او ضغط، فالحلقه دي بتبقى متزنه مع نفسها، فيبقى الان سيتا لو ده الدوم فالقوه بتأثر في الاتجاه ده المماسي، دي الان سيتا، ودي متزنه ذاتيا مع نفسها شايله نفسها. يبقى انت لما تيجي تصمم باشمهندس، تاني بقى كده عشان دماغي لفت كده تاني اهو. لا ما انت تركز بقى، انت تقعد تعيد المحاضره كتير عشان ايه؟ ايه ابو جابر، براحتك يا ابو جابر حبيب قلبي. عايز حاجه تسلمي؟ خلاص تستحمل اسئلتي بقى. طيب اللود ترانسفير ماشي ازاي؟ انا عندي اي حمل بيأثر على الدوم بيتحول جوه الدوم لان فاي وان سيتا. همسح لك دي واكتبها لك تاني يا عم. انت لو عندك ديد لود او لايف لود بيأثر على الدوم بيتحول لحاجتين. اول حاجه ان فاي، ودي قوه في الاتجاه العمودي او في الاتجاه الرئيسي من قمة الدوم لتحت. فأنا خدت حتة من الدوم رسمتها، فالقوة إن فاي هي اللي بالأزرق دي. طب دي رايحة مايلة وجاية كل متر طولي، يعني كل متر من الدوم بيأثر بقوة اسمها إن فاي، المتر اللي بعده اللي فيه إن فاي، المتر اللي بعده فيه إن فاي، وهكذا. فالقوة ان فاي اللي جايه كل متر طول اللي هي جايه مايله، هحللها المركبتين، مركبه راسيه دي هتبقى مركبه اسمها فيرتيكال، ودي برضو لكل متر طولي. اشيلها ازاي دي؟ اي حمل راسي كده بيبقى محتاج تحته كاميرا لانه جاي كل متر طولي. طب الكاميرا هنسميها ايه؟ كاميرا راسيه. يبقى الان فاي هتتحلل لفيرتيكال، حمل فيرتيكال هيتشال بكاميرا راسيه. الان فاي هتتحلل لحمل افقي
اسمه اتش، وده برضو الكل متر طولي. هيأثر على مين؟ هيأثر على كاميرا أفقية. وبقول لك بقى ان الكاميرا الأفقية ده هي او الكاميرا الرأسية عشان تاخد احمالها من الدوم اللي من تحت على الشكل دايرة، فلازم هما كمان يكونوا دايرة. يعني ده معناه ان الكاميرا الأفقية والرأسية عبارة عن دوائر من تحت الدوم. فلو انت عندك كاميرا أفقية دائرية وبتتأثر بحمل هوريزونتال، فبنقول لك يبقى الكاميرا ده هي متزنة مع نفسها، يعني شايلة نفسها، الحمل اللي جواها هيموت فيها. طب بالنسبة للكاميرا الرأسية، الحمل الفيرتيكال هيروح لها، والكاميرا الرأسية دي مش طايرة في الهواء، ده فيه من تحت منها أعمدة، ومن الأعمدة يروح للأسات، ومن الأسات تروح للسويل وهكذا. يبقى الان فاي اللي كانت جاية مايلة اتقسمت لحاجتين، هوريزونتال او حمل افقي، وده رايح للكاميرا الافقية، والكاميرا الافقية تتزن مع نفسها. والفيرتيكال او حمل راسي اللي هو التحليل الرأسية ده ايه، وده رايحة للكاميرا الرأسية فيرتيكال بيم. طب من الفيرتيكال بيم هيروح لمين؟ قلت لك الفيرتيكال بيم مش طايره، دي متشاله على اعمده، يبقى الكولم، ومن كولم يروح للفوتنج، ومن الفوتنج تروح للسوي. فيبقى تتابع الان فاي انها اتحللت فيرتيكال وهوريزونتال، الهوريزونتال جوه الكاميرا الافقيه شايله نفسها، الفيرتيكال يروح للفيرتيكال بيم، ومن الفيرتيكال بيم للاعمده، ومن الاعمده للفاونديشن، ومن فاونديشن للسوي. ده الان فاي اللي هو الحمل اللي في اتجاه الميريديان دايركشن. طب ما انا قلت لك ان اي ديد لود ولايف لود بيتحولوا الان فاي والان سيتا، حمل مماسي اللي هو الحمل في الرينجز دي في الحلقات دي، والان سيتا هي تكون موجبه سالبه. بنقول لك ان الان سيتا قوة بتأثر في حلقات، في دوائر، اي دوائر، اي حاجة شكلها دائري وشايلة قوة جواها سواء شد او ضغط، فهي متزنة مع نفسها. يبقى الان سيتا بتدور حواليه الدوم ومتزنة مع نفسها، مش محتاجة ركاية. صعب كده يا ريس؟ هو تمام زي الفل. تمام. طب باشمهندس ليه الكاميرا الافقيه دي ما تتشالش على الراسيه زي ما كنا بناخد في ال، هي كوزن كوزن انما كتحليل، يعني كتحليل قوه، هي شايل نفسها. ليه؟ لان الكاميرا الافقيه دي دايره، انما اللي كانت في الارش سلاب كانت كاميرا افقيه مستقيمه، ما كانتش دايره. لو تفتكر في الارش سلاب كانت الكاميرا الافقيه مستقيمه من شاله على عمدان برضه، واضحه كانت بتروح أيوة للفاي. ايوه تمام تمام. وبالمره يا باشمهندس القانون اللي على الشمال ده اللي هو البريشر في الاتش اي، هي معموله اتش اي عشان لسه حلل القوه، هي كانت المفروض تبقى في الاس اي اللي هي سيرفيس اريا، بس عشان القوه هتبقى لازم تتحلل، فعشان كده تحليلها بقى في الاخر بتطلع الاتش اي. نعم مصبنا ماشي سلمي، ملناش دعوه بيه يا جماعه، ملناش دعوه، ماشي خلاف نفسك يا سلمي. صح صح يا سلمي، اللي هي فعلا اتش اي. ايوه هي اتش اي تمام. انا غلطان، انا خليكم تحفظوا السكر يا ابني، انا يا ابني راجل كبير يا ابني، انا ما بعرفش احفظ قوانين، انا لازم افهمها عشان الاتش اي ده اللي هتفرق معاك والله، هعرف في الامتحان ما فهمتهاش. وهي الاتش اي اللي انت عايز تفهمها، لو ما فهمتهاش هروح في الامتحان هكتبها اس اي. ماشي ماشي انا هوريك. ماشي يبقى ان فاي وان سيتا. اللي عايز اقوله بقى ان لما اجي اصمم دلوقتي هعمل ايه؟ هحسب ان سيتا واصممها وهجيب لك حديد موازي للاتجاه ده، اكيد يعني في اتجاه الرنجات، حديد دايره
بيلف كده حواليه الدو بيحزم الدو. طب والان فاي هصممها برضو بس هجيب حديد عامل كده جوه الدو في الاتجاه الواصل من قمه الدوم لحد هنا. طب عايز اصمم الكاميرا الراسيه هجيب الان فاي اللي عند الركيزه واحللها. هجيب الان فاي اللي عند الركايز اللي جوه الدو واحللها لقوه راسيه اصمم بيها الكاميرا الراسيه. قوه افقيه هصمم بيها القوه الافقيه. اللعبه كلها هنا بقى ازاي احسب الان سيتا وازاي احسب الان فاي اللي بتاثر على الدو. مش مهندس ازاي الكره الافقيه في الكاميرا الافقيه مش هتتنقل للعمود؟ الكاميرا الافقيه دي دائريه فهي بتشيل نفسها ما هياش كاميرا مستقيمه دي كاميرا دائريه. فاي كاميرا دائريه هتتلاشى مع بعضها يا باشمهندس. الكوره هتتلاشى مع بعضها. ايوه بتكلم في كده لسه بقول لك تسمع على نفسها. قلت والله بالاول هي بتطور القمر هتتلاشى. ايوه صح كده ابو جبل. ابو جبل ده برضك بيجيب من الاخر بيقول بيقول كلام حلو. طب تعالى يا باشمهندس بقى نشوف الديزاين ستيبس بتاع الدوم اللي هقوله النهارده. ديزاين ستيبس دي بتاع الدوم المره الجايه هقول لك ديزاين ستيبس بتاعت الكون. هي نفس الخطوات مع اختلاف القوانين بس. اول خطوه بنحسب حاجه اسمها كونكريت دايمنشن ولاي اوت. الخطوه الثانيه حساب الاحمال اللي هي البي والجي. الخطوه الثالثه استريننج اكشن. وفي خطوه الاسترينينج اكشن ده ايه انا بحسب استريننج اكشن للدوم اسمها ان فاي وان سيتا وبحسب كمان استريننج اكشن للكاميرا الراسيه والكاميرا الافقيه. طب ال N5 وال N6 في الدوم بحسبهم لأني سكاشن. أنا عندي الدوم أهو في عدد ما لا نهائي من السكاشن. آخد أني سكاشن وأحسب لها N5 وN6. بحسب N5 وN6 لسكشنين. سكشن عند الكراون عند أقصى ارتفاع اللي هو اسمه الكراون. الكراون ده يا باشمهندس في الدوم بس. بسطنا القوانين بتاعه ال N5 وال N سيتا اكتر من اللي فات بحيث ان انت لو داخل على الدوم وعندك كراون فال N5 بتساوي ال N سيتا بتساوي البي ار في ايه على الاثنين. القانون ده يا ابني ممكن ما تستخدموش وتستخدم القانون الثاني عادي بس الافضل في النقطه بتاعه الكراون اللي في الدوم تستخدم القانون ده اسهل بي ار في ايه على الاثنين وشكرا. طب عند الفوتنج هي بي ار ولا دبليو؟ بي ار في ايه على الاثنين. بي ار في ايه على الاثنين. تمام طبعا. ايه خلاص تمام طبعا هتقعد تستنتجها انت مع نفسك بقى. لا لا ما عشان السيتا هنا ب 90 فكوزين 90 بواحد فهي البي ار. شاطر شاطر برافو عليك. عند اي سكشن تاني سواء فوتنج او خلافه يعني سواء السكشن اللي عند الفوتنج ده او اي سكشن تاني بس انا مهتم بالفوتنج انا في اي دوم هحسب حاجتين ان فاي وان سي ده عند الكراون وان فاي وان سي ده عند الفوتنج وشكرا. بنقول لك بقى عند الفوتنج او عند اي سكشن ارجع للقوانين القديمه ان فاي بدبليو فاي على 2 باي ار ساين فاي وان سيتا ان فاي زائد ان سيتا بتساوي البي ار في الاي. يبقى ده يا باشمهندس القوانين اللي هقعد فيها اهو. الخلاصه بقى الاستريننج اكشن بحسب ان فاي وان سيتا مره عند الكراون بالقانون ده ومره عند الفوتنج بالقانون ده. الخطوه الرابعه هعمل ديزاين. الخطوه الخامسه هرسم تفاصيل التسليم. وكده كده مينيمم مينيمم اه هتشوف الديزاين بقى كل حاجه هتطلع على مينيمم. ايه امال احنا بنعمل كل ده ليه؟ هو كده لازم تفهم يا ابني. طب ما احنا بنحل مانوال ليه اصلا انت فاهم؟
مش احنا بنعمل ده كله ليه؟ احنا بنحل مثلا اصلا انت تعرف يعني ابو جبل محتاج سقف والله ابو جبل محتاج بس مثلا اي برنامج تحليل ما انت ممكن ترسم عليه الدوم وتجيب الان فاي والان تستعمل عليه وخلاص. ايوه ما كل المناهج الديزاين بتاعتنا ممكن ابرد. شكرا. اه انا عارف يا تعالى معلن تعالى بقى ناخد الديزاين ستيبس دي ونطبقها في مثال. تعال نشوف كام مثال اللي معانا. بيقول لك لو مطلوب لحته الارض اللي قدامك ده ايه انك تغطيها بدوم فعايزك تعمل ايه؟ كومبليت ديزاين فور دوم، كومبليت ديزاين فور هوريزونتال بيم، واحسب الاسترينج اكشن فور الفيرتيكال بيم والاف سي يو ب 25 والاف فيلد ب 360. ودي خطوات الحل اللي هنمشي عليها زي ما قلت لك. تعال بقى نبدا باول خطوه اللي هي كونكريت دايمنشن واللاي اوت. النهارده مش هعلمك ازاي بنرسم اللاي اوت، هعلمهولك في الرينفورسمنت ديتيلز في الاخر، هعلمك ازاي بنرسم البلان. انما المره الجايه هعلمك ازاي نرسم لاي اوت لاشكال مختلفه من الارض. ده يا باشمهندس الشكل او ده القطاع بتاع الدوم اللي عايزين نحسب له كونكريت دايمنشن. وتعال نحسب حاجه حاجه فيه. اول حاجه الارتفاع بتاع الدوم اللي اسمه واي. الواي ده يا باشمهندس بنقول ان هو بيساوي الديامتر القطر اللي الدوم ده بيغطيه على من 5 ل 8. يعني الدوم ده بيغطي حته ارض 20 متر. يعني قطرها كام؟ 20 متر على من 5 ل 8. واعتقد بقى القانون ده معمول عشان الدوم بتاعنا ما يبقاش دوم قصير اللي انتوا كنتوا عليه شويه. لان بص هتلاقي دي على من 5 ل 8 عشان يكبر عن الطمن، عن طمن الارتفاع يبقى اكبر من طمن الدبس، من طمن الدايمتر. فدي دي بكام؟ ب 20 متر على من 5 ل 8. هيطلع معاك ان القانون ده من 2.5 ل 4. خدها باي رقم ما بينهم، انا خدتها ب 3. وده اول حاجه بنحسبها الواي. البعد الثاني النص قطر، نص القطر بتاع الدوم. انا عندي الدوم بيغطي حته ارض 20، يبقى نص قطره كام؟ 10 متر. يبقى الار بتساوي دي على الاثنين بتساوي 10 متر. الحاجة الثالثة لو ده السنتر لاين بتاع الدوم وده المركز بتاعه فنص قطر الدوم ذات نفسه ايه؟ ده نص القطر مش بتاع الدوم، ده نص قطر الارض. الايه هي نص قطر الدوم. الايه ده هي على فكرة خدناها في السلندريكال شيل، كان هو القانون ده ايه بتساوي ار تربيع زائد واي تربيع على الاثنين واي. راجع كده السلندريكال شيل هتلاقي نفس القانون بالظبط. الار عندك ب 10، الواي عندك ب 3، جايبها يبقى 10 تربيع زائد 3 تربيع على 2 في 3 يطلع ب 18.19. البعد اللي بعد كده اللي بجيبه بجيب الزاويه اللي اسمها فاي. الزاويه دي طب الزاويه دي جيبها ازاي؟ قلت لك في الدوم الفاي بتساوي ساين ماينس 1 ار على ايه؟ فالكلام ده بيساوي ساين ماينس 1 10 على ده يطلع معاك بالرقم ده زاويه. بعد كده يا باشمهندس الدوم بنعمل فيه حركه زي السلندريكال شيل. بنعمل فيه ايه؟ ما بنوحدش السمك بتاع الدوم. ده الدوم من تحت من ناحيه التقاء بالركايز بنكبر سمكه نخليه 140 ومن فوق بنخليه 100. يعني الكونكريت دايمنشن دي بنفرضها من الاول خالص. طب اشمعنى بنكبر السمك هنا؟ عشان اتصال الدوم مع الركايز بيولد شويه مومنتات هنا. هنعرف ازاي بنحسبها. بس خد بالك بقى ان السمكات مش متساويه. طب لحد مسافه كام؟
يعني تي اس 240 ده ايه لحد ما سبب اسمها ايه اكس. الاكس دي يا باشمهندس بتساوي 6/10 جذر الاي في تي. فاكر في السلندريكال شيل قلت لك الاكس دي في زيها في الدوم مع اختلاف القوانين. في السلندريكال شيل كانت 76/100، في الدوم 6/10، وبرضه ما تقلش عن متر، لازم الرقم ده يطلع اكبر من او بيساوي متر. هتحسبها؟ نعم. عندي سؤال بس في المومنت ده. ايه اتفضل. والدكتور بس ما كان كاتب في المحاضره بس انا مش فاهم ايه سبب المومنت ده. انا قلت له هو بسبب ان الدوم والركاز دول بيتصنعوا مع بعض. ففي شويه مومنت كده سالب بيتكون هنا. وكاتب جمله بس كده انا مش عارف افهمها، وقال انها بتنتج بسبب ذا بيج ديفرنس بتوين ذا هاي تنسايل ستريس ان ذا فوت رينج اند ذا كومبريسيف ستريس ان ذا ادجيسنت زون. ايه الادجيسنت زونز دي بس مش فاهمها ولا انا فاهم. مش الحته دي بس ملخبطاني فقلت اسال فيها. وانا بقول لك هو بالعقل كده انت صايب دون مع كاميرات، ففينا حته اللي هي الاتصال، حته الاتصال ما بينهم. الحته دي حتى عادي في الكاميرات العاديه والعمدان، يعني انت لو عندك سقف وكاميرا مش المفروض ان الحته اللي بينهم بيتولد عليها شويه مونتات سالبه اسمها بارشال ديفيجن؟ بارشال هي علشان مش عشان ايوه انا واخد بالي بس زي السلندر كده. ايه زي السلندر زي السلندريكال نفس الكلام في مونت برضه سالب علشان يعني الصبه بتاعتها مش ترو اسمها ايه مش سبورت يعني مش ترو هنج. ايوه بالظبط مش ريال هنج. مش ريال هنج تمام. مهندس اتفضل. التي اللي شغاله هنا هي التي سمول على طول؟ اه طبعا التي اس هي ال100 تمام. فيطلع الرقم ده ب 81/100 اقل من واحد ناخدها بواحد. طب بجيب ايه كمان؟ انا عندي في الشكل ده فيرتيكال بيم وهوريزونتال بيم، وعلى فكره دول الاثنين دائريين، يعني الاثنين دول من تحت دوائر عشان ماشيين مع الدوم. فانا بفرض الفيرتيكال بيم ده اهي 250/600، وبفرض ان الهوريزونتال بيم 250/700. افرض زي ما انت عايز اي فرض. طيب بكمل كده، انا جبت كل الكونكريت دايمنشن على فكره. طب عايز اعرف بقى الدوم ده في كاميراته دي كلها هيتشال على كام عمود؟ يعني عايز اعرف ارص كام عمود على حدود الارض الدائريه دي اعرف اشيل بيهم الدوم. اجيبها ازاي؟ انا عارف ان المسافات ما بين الاعمده تتراوح من 4-6 متر عشان يبقى المسافات صغيره، ما تبقاش كبيره قوي ولا صغيره قوي، من 4-6 كويس. طب هي مش الأعمدة دي هتترص على المحيط ده، على محيط الدايرة؟ فلو أنا جبت محيط الدايرة ده وقسمته على من 4-6 هيديني تقريبا عدد الأعمدة اللي أنا محتاجها. فده اللي أنا هعمله، النمبر أوف كولم بيساوي محيط الدايرة اللي هو 2R أعلى من 4-6، يطلع معايا الرقم ده من 10.47 ل 15.7. اخده بكام بقى؟ خدهم ب 11 عمود او 12 او 13 او 14 او 15 براحتك. اي رقم بتوين ده وده ينفع عادي. بس نقول لك بقى خد بالك، عشان نحل خطوه الاسترينج اكشن للفيرتيكال بيم فانت معلش محكوم بعدد اعمده معينه. ليه؟ عشان في جدول بجيب منه الستريننج اكشن بتاع الفيرتيكال بيم، الجدول ده له علاقه بعدد الاعمده، فلازم اختار عدد الاعمده نفس عدد الاعمده اللي في الجدول. طب الجدول ده الاعمده اللي فيه كام عمود؟ قال لك عدد الاعمده اللي في الجدول ده يا 4 يا 6 يا 8 يا 10 يا 12، ده المتاح في الدوم نتيجه للمانوال بتاعك اللي معاك. انما لو انت بتصمم بره الجدول اللي في المانوال ده في جدول اكبر منه في عدد اعمده اكتر. احنا خلاف الامتحان عدد الاعمده المتاحه تبقى من 4-12،
والارقام دي بالظبط 4 او 6 او 8 او 10 او 12. فانت هتلاقي ان الرقم الوحيد اللي في الرينج ما بين ده وده هو ال 12، فانا هاخدهم ب 12 عمود. وانا بفرض باش منصر طول الفيرتيكال بيم والهوريزونتال بيم نفس الرقمين دول براحتك، عايز تفرضهم اي ارقام تانية مفيش مشكلة. تمام، طب افرضهم كده دايما، بيبقى عدل عندنا يا باشمهندس رقم من الخمسة دول، هتشوف بقى يعني رقم من الخمسة دول في الرينج اللي انا حسبته اخده، وابقى كده يا باشمهندس خلصت الكونكريت دايمنشن. الخطوة التانية حساب الاحمال، بلاطة يا ابني عليها ديد لود ولايف لود. فاول حاجه احسب الديد لود، ديد لود بتاع بلاطه يعني جاما كونكريت في التي اس زائد الفلور كفر، ودايما انا شغال بتي اس واحد، يعني الكلام ده بيساوي 25 في 1/10 زائد الفلور كفر اللي كان جيفن بكام، مش جيفن اهو. طب اعمل ايه؟ قال لك الفلور كفر في الدوم لو مش جيفن بفرده بنص. الفلور كفر في الدوم لو ما هواش جيفن بفرده بنص كيل نزل على متر مربع، حاجه بسيطه لان غالبا الدوم ده ما بيتشطبش الا ايه تشطيبات خفيفه خالص، ممكن طبقه عزل ولا حاجه. يطلع الكلام ده معاك ب 3 كيلو نيوتن على متر مربع. طب بالنسبه لللايف لود، اللايف لود المفروض يبقى جيفن. طب فرضا مش جيفن زي عندنا كده، بنفرده بنص كيلو نيوتن على متر مربع برضه. لايف لود كلام فارغ، عامل ولا حاجه بيعمل حاجه، بيعمل اي تصليحات فوق في الدوم. هو الدكتور تقريبا قال لنا ان احنا المينيمم ب 1 كيلو نيوتن، يبقى خلاص امشي زي الدكتور. تمام، انا فارض نص لان هو المفروض ما يفعلوش لايف لود. لو الدكتور قال واحد يبقى خلاص بواحد. انا متذكر وكاتبها وراء ملحوظه ان هو كان كاتب ان المينيمم 1. خلاص مفيش اي مشكله، اكتب 1 اعملها بواحد خلاص. يبقى انت الديد لود بتلاتة، الفلور كفر بنص فرد، واللايف لود الدكتور قال مينيمم بواحد، يبقى خلاص لايف لود بواحد. انا بقى مكمل المساله بتاعتي على نص، فهي كل الفكره انك تشيل بقى، هتشيل نص حط واحد بس، وكده خلصت الخطوه الثانيه اللي هي حساب الاحمال. تعالى يا باشمهندس الخطوه رقم 3 اللي هي الستريننج اكشن. تعال الاول قبل ما نعمل الخطوه رقم 3 الكونكريت دايمنشن واللي اوت، جبت منهم اربع حاجات مهمين، الواي والار والاي والفاي، جبتهم من الكونكريت دايمنشن. واللودز جبت الجي ب 3 والبي بنص. طب تعالى يا باشمهندس بقى نحسب الستريننج اكشن. عشان نحسب الستريننج اكشن زي ما اتفقنا، انا هحسب ان فاي وان ثيتا للدوم نتيجه ان الدوم بتاعنا عليه الديد لود اللي انا حسبته واللايف لود اللي انا حسبته، وانا كمان هرسم لك منحنى الان فاي والان ثيتا هنا بحيث دي الان فاي والان ثيتا، هتشوف برسمهم ازاي دلوقتي. طب يا باشمهندس انا عايز احسب عند كام سيكشن الفوتنج والكراون بالقوانين ده، فتعالى كده نرسم على الدوم الحاجات اللي احنا جبناها. لو ده السنتر لاين بتاع الدوم، فانا جبت المسافه دي اللي اسمها ايه ب 18.17 من 100، والمسافه اللي اسمها ار جبتها ب 10 متر، وجبت الزاويه ده ب 33.4 من 10، وعايز احسب الان فاي والان ثيتا عند الكراون الاول اللي هو السكشن اللي فوق. بالنسبه للكراون فقلنا اهو ان فاي بتساوي ان ثيتا بتساوي البي ار في ايه على الاثنين. ركز معايا بقى، لو عايز احسب الان فاي والان ثيتا لاي مساله دوم، محتاج سعادتك في البدايه خالص تحسب الايه اللي احنا حسبناه في كونكريت دايمنشن. خد بالك ساعات بيجي لك مساله في الامتحان ارسم الستريننج اكشن فقط، يعني يجيب لك دوم مرسوم كده ويقول لك ارسم عليه الستريننج اكشن بس. طب خطوات الحل عامله ازاي؟ اول خطوه احسب الايه، والايه ده هي رقم ثابت لكل الدوم،
فهي حل مسألة الدوم في حساب الـ A. لو انت حسبت الـ A صح الباقي كله صح، اللي جاي صح قوانين بقى. طيب يبقى الـ A خلاص انا حسبتها، اجي عند الكراون محتاج اجهز نفسي حاجة كمان غير الـ A. ايه هي؟ الـ BR، ان القانون اهو. فتعالى يا باشمهندس نحسب الـ BR. اي سيكشن سواء كراون او خلافه بجهز له الفاي اللي هي بصفر. عندنا في الكراون الفاي بصفر، مش معنى ما الكراون اهو هي تعريف الفاي ايه؟ هي الزاويه، هي الزاويه ما بين محور الدوم والخط الواصل من السنتر لاين بتاع الدوم لحد السكشن، فتلاقي ان الخطين منطبقين على بعض، يبقى الفاي بصفر. في الكراون الفاي بتاعتك بصفر. طيب البي ار بتساوي ايه؟ انا جبت لك قانون البي ار قبل كده، الناتج من الجي لوحدها ومن البي لوحدها. طب انا عندي جي وبي، يبقى جي كوزاين فاي زائد بي كوزاين تربيع فاي، والفاي بتاعتك دي بصفر. طب تعالى كده يا باشمهندس نعوض. الجي بتاعتنا بكام؟ 3، والبي بنص، والفاي بصفر. طب إشارة البي آر موجبة ولا سالبة؟ اوعى تنساها في الامتحان. البي آر إشارتها موجبة ولا سالبة؟ بعرفها ازاي؟ الأحمال عندي كلها بتأثر من فوق لتحت. أشوفها داخلة للمركز ولا طالعة. أدي البي آر أهي، السهم ده داخل للمركز ولا طالع؟ داخل للمركز. فيبقى البي آر هنا سالبة. فالقانون بتاعك ده اوعى تنسى تضربه في سالب واحد. لو ما ضربتوش سالب واحد تنقص في الامتحان، هتجيب اصلا قيم تانية غير اللي احنا عايزينها. عوض بقى يا ريس. 3 كوزين صفر زائد نص كوزين تربيع الصفر في سالب واحد، يطلع ان البي ار معاك بسالب 3.5 كيلو نيوتن على متر مربع. طبعا الارقام دي هتختلف لو انت كنت خدت البي بواحد. طب كده حسبت البي ار، اعمل ايه بقى؟ عوض في القانون. يبقى ان فاي بتساوي ان سيتا بتساوي البي ار في ايه على الاثنين. يعني الكلام ده بيساوي سالب 3.5 في الايه اللي انت حسبتها على الاثنين، يطلع معاك ان ان فاي بتساوي ان سيتا بتساوي سالب 31.8 وحدتها كيلو نيوتن لكل متر طولي. الكلام ده فين؟ عند الكراون. تاخد الرقم ده وعند منحنى ال N فاي وال N سيتا اللي انت كنت راسمهم من الاول، وعند نقطة الكراون، وتمشي يمين الخط ده وتكتب 31.8 ويمين الخط ده 31.8، بحيث ان يمين الخط سالب وشمال الخط موجب، فانت القيم بتاعتك سالبة، فكلها تتقاس على يمين الخط، يمين الخط الراس. دي اول حاجه، اول نقطه اللي هي الكراون. معلش يا باشمهندس اتفضل. هو مش الفاي بصفر يعني المفروض ان ال ان فاي ملهاش قيمه اصلا؟ ليه؟ هو مش قانون ال ان فاي انا سالت الدكتور وقال ان فوق صفر وتحت صفر، فاحنا بناخد الليميت ونودي الصفر مع الصفر ونطلع في الاخر القانون ده نهايته بتاع. فاحنا عملنا الكلام ده وطلعناه في الاخر ان ان فاي وان سيتا بالقانون ده، يعني مش تعرف تستنتجها بسهولة، مش تعرف تستنتج القانون ده من القانون ده بسهولة، ده محتاج نهايات زي بتاع الثالثة ثانوي. طيب. تمام. فانت دايما في الكراون طبق في القانون ده. تمام. ماشي. حد عنده اي سؤال يا جماعة هنا؟ طيب عايزين نحسب الكلام ده عند الفوتنج. الفوتنج اللي هي هنا تحت. اي سيكشن عدا الكراون مش بجهز له فاي بس، يبقى الكراون بجهز له فاي بس، وقبل اصلا ما اخش الخطوه دي انا مجهز الاي. خد بالك الاي بتتجهز في الاول خالص، بعد كده بخش على الكراون اجهز فاي بس. عند الفوتنج بقى
او عند اي سيكشن تاني غير الفوتنج، بجهز حاجتين الفاي والار. الفاي عند الفوتنج بكام؟ الفوتنج تحت خالص. الفاي هي الزاويه المحصوره ما بين الخط بتاع السنتر لاين بتاع الدوم مع الخط الواصل من السنتر لحد السكشن اللي انت عايزه. يعني ايه الفاي دي؟ بكام بقى الفاي دي؟ جايبها قبل كده ب 33.4. طب الار يا باشمهندس بكام؟ هي المسافه الافقيه من سنتر لاين الدوم لحد السكشن اللي انت عايزه. الار دي بكام؟ ب 10. فانت اي قطاع غير الكراون بجهزه حاجتين، فاي وار. جبتهم صح الباقي صح، الباقي قوانين. يبقى الموضوع يا باشمهندس في الدوم سهل، انا بجهز الايه الاول. لو السكشن بتاعي كراون اجهز له فاي ودايما بصفر. لو السكشن بتاعي اي سكشن تاني غير الكراون بجهز له حاجتين، فاي وار. فالفوتنج جهزت لها الفاي والار. اعمل ايه بعد كده بقى؟ هخش على القوانين دي. فمحتاج اجهز الدبليو فاي والبي ار. طب الدبليو فاي بتساوي ايه؟ انت عندك ديد لود ولايف لود. فالدبليو فاي بتساوي جي في السيرفيس اريا زائد البي في الهوريزونتال اريا. اشارتها ايه؟ اوعى إيه تنسى ده. انا عايز الدبليو فاي عند الفوتنج. طب اشارتها يا باشمهندس؟ الديد لود او اللايف لود التركيز بتاعهم عامل كده، يعني السهم ده بيضغط على السكشن ده ضغط، فيبقى اشاره الدبليو فاي سالبه، يعني القانون ده مضروب في سالب واحد. اوعى تنسى الاشارات. طب الجي عندي والبي عندي، طب السيرفيس اريا والهوريزونتال اريا من القوانين اللي انت حافظها بقى. انا عندي دوم السيرفيس اريا بكام؟ 2 باي اي واي. الاي عندي ب 18.17، والواي كنت جايبها السلايد اللي فاتت ب 3 متر، فيبقى 2 باي في اي في واي يطلع معاك ب 342.5. طب الهوريزونتال اريا باي في ار سكوير، لان الهوريزونتال اريا دايره، يعني باي في 10 تربيع يديك 314.6. امتى واحده منهم دي هي باي في 10 تربيع واحده؟ حسبت السيرفيس اريا والهوريزونتال اريا، عوض في القانون بقى. يبقى الدبليو فاي بتساوي 3 في السيرفيس اريا زائد نص في الهوريزونتال اريا. واوعى تنسى تضربها في سالب واحد، تطلع معاك ان الدبليو فاي بالرقم ده. مش عايز بقى افكرك دايما الدبليو فاي الرقم ده كان ممكن يختلف لو اللايف لوب واحد. طب حسبت الدبليو فاي وحسبت البي ار خلاص، لا حسبت الدبليو فاي بس، ناقص البي ار. احسب البي ار ازاي؟ نفس القانون ده بالظبط مع اختلاف الفاي عند الفوتنج بنفس الاشاره. قلت لك البي ار اشارتها ثابته دايما في كل مساله، وطالما اتلغى من عليك مساله الكانتليفر فانت الدبليو فاي برضو اشارتها ثابته لكل المساله. فتعال نعوض. الجي عندك بكام؟ ب3. كوزاين الفاي اللي عند الفوتنج اللي انا مجهزها زائد نص بكوزاين تربيع الفاي عند الفوتنج يطلع معاك الرقم ده بسالب 2.85. جهزت الدبليو فاي والبي ار، شكرا يا ابني. تعال بقى نعوض هنا. يبقى الان فاي بتساوي الدبليو فاي باشارتها على 2 باي الار عندي ب 10 الساين الفاي عندي ب 33.4 يطلع الرقم ده معاك بسالب 34.25. طب والان سي القانون الثاني سالب 34.25، دي سالب 34.25 يا شباب، زائد الان سيتا
بتساوي سالب 2 85 من 118 19 من 100. يطلع الرقم ده معاك بسالب 17 53 من 100. ممكن الرقم ده يبقى غلط لان ممكن اكون عوضت بالرقم ده وانا بحث عوض بس بالان فاي صح وطلع الرقم ده صح. يعني الرقم ده بسالب 34 وربع اللي هي الان فاي اللي فوق. يطلع معاك ان سيتا برقم. بعد ما وصلت الان فاي وان سيتا اللي عند الفوتنج تروح للرسمه. ده الان فاي عند الفوتنج بسالب 34 سالب يعني همشي يمين الخط والقيمه اكبر من اللي فوق. اه يا ريس ووصل ما بينهم بمنحنى ويبقى اشاره سالبه. وهنا برضو يا باشمهندس الان سيتا بسالب يعني يمين الخط بس قيمه اقل من اللي فوق فتقل ووصل ما بينهم بمنحنى. المنحنى عامل كده او عامل كده مش فارق ويبقى دي سالبه ودي سالبه. الدرجه بقى على الرسمه دي يعني كل الحسابات دي حماده والرسمه دي اهم منهم. ده اللي هنطلع عليه يعني يا باشمهندس الكيرف كده او كده مش فارق. يعني الكيرف يبقى عامل كده ماشي محدب او مقعر مش فاهم مش فارق ازاي بقى. مش القيمه هتختلف يعني القيمه في النص صغيره ولا كبيره؟ ما بص ما حسبناهاش فهي اي حاجه انت عايز تعملها كده ماشي. انا دايما بعملها ايه لو القيمه اللي فوق صغيره والقيمه اللي تحت كبيره برسم كده مقعر. لو محتاجه ديناميك فاينايت المتا باشمهندس عشان احسبها يا عم يا عم النبي يا عم. لو القيمه اللي فوق كبيره والقيمه اللي تحت صغيره بعملها العكس محدد فرض يعني اه فرض مع اني ما حسبتش اللي في النص ماشي ليه دعوه بالاكستريمز بس هو ده ماشي. فانا كده يا باشمهندس حسبت الان فاي والان سيتا في الكراون وفي الفوتنج ورسمته والدرجه هنا بقى ده الصح. طب بره المساله الكلام اللي جاي ده بره المساله لو انا عندي دوم على شكل نص كوره او بنسميه الهاف سفير دوم. دوم على شكل نص كوره يعني شكله عامل كده دوم الحته اللي فوق ده هي نص كوره نص الكوره بالظبط. قال لك في الدوم النص الكرة الـ A بتساوي الـ R بتساوي الـ Y يعني السنتر لاين بتاع نص الكرة أكيد هنا لأن دي نص الكرة فالـ A هي الـ R هي الـ Y لأنه هاف سفير لأن نص كرة. في الدوم نص الكرة استنتجنا قوانين أسهل شوية من اللي فاتوا. يبقى أنت كده عندك قوانين للدوم عادي لأي عند أي سيكشن قوانين معينة للحتة اللي اسمها كراون اللي في الدوم العادي وقوانين تانية للهاف سفير دوم. اه يا باشمهندس لو بتكلم على الفوتنج اللي هي القطاع اللي تحت بدل ما اقعد احل واحسب دبليو فاي ومش عارف ايه واوجع دماغي انا ممكن اقول لك ان الان فاي دايما بسالب الديد لود في ايه زائد اللايف لود في ايه على الاثنين والان سيتا نفس القانون بس بالموجب دايما اه دايما طالما هاف سفير. يا في الهاف سفير انا محتاج اجيب الجي والبي والاي بس. طب عند الكراون عند الكراون يا باشمهندس ان فاي بتساوي ان سيتا بتساوي سالب جي في ايه على الاثنين زائد بي في ايه على الاثنين دايما اه دايما في الهاف سفير. لو عايز ترسم سكتش لان فاي وان سيتا في الهاف سفير فانت شايف ان عند الفوتنج ان فاي سالبه بس ان سيتا موجبه عند الفوتنج تحت خالص ان فاي بالسالب في يمين الخط ان سيتا موجبه ايا كان الرقم بقى. طب عند الكراون الاثنين سوالب دي بالسالب ودي بالسالب ترسم منحنى هنا بالسالب
ومنحنى هنا نصه سالب ونصه موجب. ده في الهاب سفير يا باشمهندس دايما. يعني لو المسألة بتاعتك جات هاب سفير فانت مش محتاج تجهز اي حاجة غير الجي والبي والاي. وتعوض في القوانين دي بكل سهولة. اتفضل. وانا كده لو في اول مسألة جبت ان قيمة الواي ما بين يعني ما بين رنجين منهم الار، لو سويتها بالار تبقى كده اشتغل على الجزئية دي. بس انت عمرك الواي هتطلع من الار، يعني انت شايف الواي بكام؟ الواي بتلاتة ونص القطر الار بعشرة. فهي لو مسألة عادية زي كده مش تعرف انت تزبطها بسفير. انما هو هيجيبها لك امتى بسفير؟ هيجيب لك مسألة مرسومة ويقول لك الار دي بخمسة متر والواي بخمسة متر. ساعتها هو ممكن ما يقولكش اصلا هي بسفير، يعني ممكن يجيب لك مسألة مرسومة في الامتحان دوم كده ويديك الطول ده هو بخمسة متر والواي بتاعته بخمسة متر. فانت اول ما لقيت ده بخمسة وده بخمسة عرفت ان هو ايه؟ هاب سفير. فتستخدم له القوانين دي وانت مغمض وعارف رسمة ال N فاي وال N زيتا من قبل ما تحل اصلا. ناقصك تكتب القيم بس. صعب ده يا شباب؟ طب ما انا باشمهندس ممكن مثلا لو جيت اعوض في القانون بتاع الكونكريت دايمنشن ولقيت في الرينج انه ممكن استخدم لو لقيت في الرينج اختار ماشي اختار على طول واوصي عليه. طبعا حقك عادي تعمل هاب سفير من الاول ويبقى خلاص خلص ده. بس هو كده الايه بقى دلوقتي مش هتيجي في الرينج. هو كده الايه هتساوي الار ولا بقى مش هيبقى مع مش هيبقى لازم معاه الايه ان هي تساوي الار؟ يعني ايه؟ يعني الايه بتساوي ار تبع زائد واي تبع على 2 و لا في الهاب سفير ايه وار وواي نفس القيم نفس الرقم. يعني فانا بتكلم ان لازم ايه كمان تكون بتساوي الار عشان يبقى هاب سفير. ايوه اصل هم قاعدين يقولوا ان هي لو الار ساوت الواي ولازم تساوي الايه كمان. لا ما انت خد بالك بقى لو الار اصلا بتساوي الواي هتيجي تعوض في القانون ده اللي هو بتاع الايه هيطلع انها متساويه معاه. فاهم؟ هي دايما لو الار بتساوي واي هتلاقي ان الايه متساويه معاه. تمام. واحنا قدامنا كتير لسه شرح يا باشمهندس. قدامنا حب. لا يبقى بريك بقى يا باشمهندس لحسن. يبقى بريك بقى معلش. ليه الساعه كام؟ هو عدى الساعه 7:10 الساعه 7:10 8 مفيش محاضرات يا عم، محاضره الساعه 8 انت بتقول ايه انت؟ محاضره 8 محاضره اساسات الساعه 8 ومفروض ان ما كانش فيه محاضره اساسات ومفيش محاضره اساسات بس فجاه لقينا الدكتور دلوقتي حط الميعاد الساعه 8 من غير ما يعرفنا اي حاجه فاحنا ما نعرفش هل هيبقى فيه محاضره ولا مش هيبقى فيه الله اعلم يعني. طب ايه انا مش عارف بص مش عارف اقف هنا. احنا مش عايزين نقف هنا احنا عايزين نكمل الصراحه بس بريك بس صغير يعني. ما هو بريك لو في محاضره اساسات تسيبونه وتمشوا. لا مش لا ما في هو ما حدش قال ان في محاضره انت بتتكلم مش قال ان في محاضره مش عارف هو يعني الدكتور لو بدأها ما احنا اكيد مش هنسيبها برضك ما لازم نروح. طيب ما بتكلم كده بقى طب انا نكمل وخلاص خلينا نكمل. طب خمس دقايق طيب اي حاجه طيب خمس دقايق دلوقتي وثمان دقايق اهي وربع بالظبط هنبدا حلو سبع دقايق اهو كمل يا باشمهندس والله ما ليها لازمه يعني خمس دقايق هيحيونا. لا بس هجيب كوبايه اي حاجه اي حاجه كلها نفس القوانين يا باشمهندس بتلف حوالين نفسها في الاخر. مش خلاص كمل ولا اعمل ايه؟ كمل يا باشمهندس. طيب ماشي يلا نكمل وخلاص. فاحنا كده جبنا خلاص او رسمنا ال N فاي وال N ثيتا عند الدو سواء في الكراون او الفوتنج وعلمتك ازاي بنحسبها في الهاب سفير. طب بعد كده عايزين نعمل الخطوه رقم 4 اللي هي الديزاين. لخصت لك بقى ايه القوانين او لخصت لك الرسمه جبتها لك هنا اهو. طب عايزين يا باشمهندس بقى نعمل خطوه الديزاين. في الديزاين زي ما قلت لك بنصمم الدوم وبنصمم الفيرتيكال بيم والهوريزونتال بيم. تعالى الاول نصمم الدوم. الدوم عندها اتجاهين اتجاه ميريديان واتجاه رينج. في اتجاه الميريديان المشي القوه الماشيه هي الان فاي. فانا دلوقتي هصمم لك الان فاي اللي كلها بالسالب دي كلها ضغط. بص يا ريس انا عندي ال N فاي ليها قيمه عند الفوتنج وقيمه عند الكراون. تعال الاول نصمم في اتجاه الميريديان عند الفوتنج N فاي بكام؟ ب 34 وربع سالبه يعني ضغط.
طب هل عند الفوتنج في الاتجاه الرئيسي للحمل اللي هو الميريديان عندها ان فاي بس؟ لا، ما لسه قايلك من شويه ان عند الفوتنج تحت خالص عند التقاء الدوم بالكمرات فكبر السمك شويه نتيجه وجود عزوم على مسافه اسمها اكس. في عزم هنا كده اللي هو بالاحمر ده، العزم ده ناتج من شويه احمال اسمها دبي. فانا اعتبر ان الشكل ده للتسهيل بس اكنه فيكسد فري كده، والمسافه دي اسمها اكس والمسافه دي اسمها دبي، وعايزين نجيب العزم. العزم بيساوي ايه؟ دبليو في اكس تربيع على الاثنين. العزم بيساوي دبليو في اكس سكوير على الاثنين. الاكس عندي بمتر، ناقصك تجيب الحمل. انا عايز اجيب الاحمال اللي على الدوم كحمل موزع على السطح كده. تاج من الاشاره عامله كده، ممكن تبقى كده عادي، قصد الاسهم يعني، بس عايزه يبقى موزع على السطح. في حمل من دول موزع فعلا على السطح اللي هو مين؟ الديد لود. انا عايز بقى اخلي اللايف لود زيه. اعملها ازاي؟ عملناها قبل كده على فكره في حساب السلندريكال شيل، حساب القوه بي 1 وبي 2 احنا بنجمعهم، ضربنا في مسافه وقسمنا على مسافه. هنا نفس الكلام برضو، الدبليو بتاعتك بتساوي الجي زي ما هي، بس اللايف لود هضربه في الهوريزونتال اريا، ركزه، هقسمه على السيرفيس اريا ووزعه. هي الكلام ده بيساوي 3 زائد نص في الهوريزونتال اريا على السيرفيس اريا، يطلع معاك ان الدبليو ده ب 3.46 من 100. تضربها في اكس تربيع على الاثنين اللي هي 1 تربيع على الاثنين، يطلع ب 1.73 من 100. عارف انت لو كنت خدت الدبليو جي زائد بي على طول من غير ما تضرب في حاجه كان الرقم ده هيطلع لك 1.95 من 100، يعني مش فارقه حاجه. لو خدت الجي والبي مره واحده هي الدبليو مجموعهم كان هيطلع لك المومنت ده ب 1.95 من 100، فهي مش فارقه قوي. معلش يا باشمهندس، بس ممكن تقول بس احنا ضربنا في اتش اللي هي المساحه الافقيه، المساحه اللي وزعها كده، انا عايز احولها تبقى زي الديد لود، فهضربها الاول في الهوريزونتال اريا، جبتها مركزه، هقسمها على المساحه السطحيه، جبتها موزعه زي الديد لود كده. تمام يا مهندس. تمام. كده جبت المومنت، المومنت ده والنورمال اللي فوق ده اهو بيأثروا على القطاع اللي هنا. يعني القطاع اللي هنا ده بيتأثر بالمومنت ده اهو، ونورمال اسمه ان فاي. عايز اصمم قطاع عليه ام وان، بصممه ازاي ده؟ بصممه بالانتر اكشن دايجرام. بس خلي بالك ان المومنت ده او النورمال ده الاثنين وركينج، فلازم تحولهم الاول لالتيميت. فضربت الان اللي فوق في 1.5 وضربت الام بتاعتنا في 1.5، ودول الاحمال او دول الترينينج اكشن اللي هصمم عليهم الدوم نتيجه الان فاي عند الفوتنج، او نتيجه الاسترينينج اكشن عند الفوتنج، ان التيميت وام التيميت. هستخدم انتر اكشن دايجرام، اكتب كده بالظبط في الامتحان، يوز انتر اكشن دايجرام الفا بتساوي 1 اذا يوز مينيمم 6 فاي 10. هتخش الانتر اكشن دايجرام بالمومنت اللهبل ده والنورمال الهبل ده، هيطلع لك رؤوس صغيره خالص. هتيجي تحسب الاحمال او هتيجي تحسب الميو وتروح تحسب الاريا اس، هتلاقي في الاخر ان انت عايز محتاج تستخدم 6 فاي 10 اللي هي المينيموم. فانت ما توجعش دماغك، حول بس الاحمال التيميت، واكتب ان انت المفروض تستخدم انتراكشن دايجرام اللي الالفا فيه بتساوي 1، يعني الحليب متوزع فوق قد تحت، وكل قيمه فوق او تحت ب 6 فاي 10 اللي هي المينيموم. وشكرا. بدأ كده يا باشمهندس،
صممت السكشن اللي عند الفوتنج نتيجة الـ N فاي ونتيجة المومنت. طب في الميريديان دايركشن بس عند الكراون فوق بقى، لسه انا في الميريديان دايركشن يعني لسه ابص على الان فاي، عند الكراون عندي الان فاي بسالب 31.8 وعشان احولها الالتيميت ضربتها في 1.5. طب هل عند الكراون عندك اي مومنتات؟ لا، فالمومنت هنا بصفر. عايز تصمم قطاع عليه نورمال بس، بصممه ازاي ده؟ بصممه باستخدام معادلة العمود. ساعتك ممكن تخش معادلة العمود وتصمم ده، في الاخر هيطلع مينيمم، فانت ممكن تكتب كده في الامتحان، هنصمم معادلة العمود يوز 6.10 على المتر الطولي وشكرا. طب عايز اثبت لك ان فعلا ده هيطلع مينيمم، يا اما تمسك القوه ده اهي وتصممها بمعادله العمود بحيث ان القطاع الخرساني عند الكراون الدبس بتاعه 100 وانا واخد عرض لجوه متر، لان القوه دي كانت كيلو نيوتن لكل متر طولي، فابعاد القطاع الخرساني متر 100 مللي في 1000 مللي، فانت ممكن تقف في قانون العمود وتجيب الحديد عادي او تعملها بالعادي زي ما انا هعمل دلوقتي. هفرض التسليح ب6.10 اللي هو المينيمم، واجيب قدره تحمل القطاع الخرساني اللي ابعاده 100 مللي في 1000 مللي ومتسلح ب6.10، واقارن قدره التحمل ده ايه بالان فاي ده. مش فاهم معلش يا باشمهندس الحته بتاعت نصمم معادله العمود ده، عشان بس الصوت كان قطع عندي معلش. هصمم لسه اهو. لا انت قلت نصمم معادلة العمود، يعني ممكن هفرض التسليح، هفرض ان التسليح بتاعي 6.10 واجيب قدرة تحمل القطاع الخرساني اللي ابعاده 100 مللي في دبس لجوه 1000 مللي اللي هو متر، انا واخد شريحة متر والكراون الدبس عندها ب 100 مللي تي اس 1، فانا عندي الاريا سي 100 في 1000 والحديد 6.10 فرضه، هعوض في معادلة العمود اجيب البي التيميت كاباسيتي اللي بيقدر يشيلها واقارنها بالان التيميت ده. صعبه؟ لا تمام. طب تعال نشوف بقى نعملها ازاي. انا فرضت ان التسليح بتاعي 6.10 المينيمم، هعوض في معادله العمود بحيث ان الاف سي يو ب 25، الاريا سي 100 في 1000 لان القطاع عند الكراون تي اس 1 في 1000 زائد تلتين الاف يل 360 والاريا اس 6.10 6 × 98.5 يديك 470، يطلع ان البي التيميت كاباسيتي بتاعه القطاع ده بيقدر يشيل قوه 988.6. طب هو عليه قد ايه بقى اصلا؟ هو عليه قوه 47.7، يعني هو بيقدر يشيل تقريبا 50 ضعف القوه دي، فهو اكبر بكتير قوي من الان فاي التيميت، يبقى اوكي سيف واوكي يو 6.10، فالمينيمم هيوفي بزياده. يعني ليه ما عملناش سكيب للخطوات دي برضك زي ما عملنا سكيب للانتراكشن دايجرام؟ ممكن تعمل سكيب بس انا بوضح لك بنعملها ازاي عادي. ممكن تكتب كده هنصمم معادله العمود والبي التيميت كاباسيتي اكبر بكتير من الان التيميت يوز فاي 6.10. شكرا. تمام، يعني في الامتحان وكده وخلاص ما تكتبش اللي كده. طب حلو قوي. طب يا جماعه كده صممت الدوم في الميريديان دايركشن. السؤال بقى ليك انت وجاوبني بالله عليك، الحديد اللي طلع ده سواء ده او ده هيتحط في الدوم في انهي اتجاه؟ في الحلقات ولا في الاتجاه الثاني؟ لا في الاتجاه الثاني. في الاتجاه الثاني، اصلك بتصمم ميريديان دايركشن. ايوه بالظبط، فده هيتحط كده، التسليح هيجي يتحط هنا جوه الدوم بقى عامل كده، سواء بقى عند الكراون او عند الفوت، فالتسليح ب6.10 مينيموم. طب يا باشمهندس في الرينج دايركشن في اتجاه الحلقات، يعني هصمم لك ان سيتا، ان سيتا ايه؟ سالبه،
ساعات الان سيتا بتطلع موجبة. طب تعال نشوف كده، لو الان سيتا سالبة او موجبة، لو سالبة هصممها زي الحالة اللي فوق دي، هصمم معادلة العمود فهفرض تسليح مينيمم واجيب قدرة التحمل برضو القطاع وقارنها بالقوى الخارجية. لو كانت موجبة بصممها بمعادلة الطاي اللي هي اريا اس بتساوي ان سيتا التيمت في 10 اس 3 على اف فيلد على الجاما اس. فاحنا في المساله بتاعتنا ان سيتا سالبه وقيمتها ب 31.8 وانا عارف ان انا لو حطيت حديد تسليح 6.10 جوه قطاع العمود، ما هو نفس القطاع على فكره لانه عند الكراون برضه، يشيل 988. ده معناه ان ال ان سيتا اللي عندك سيف بتسليح مينيمم 6.10 لانها اقل من ال 988. صعب يا شباب؟ شفت بقى ان الدوم كل التسليح اللي فيه مينيمم سواء في الرينج دايركشن او في الميريديان دايركشن، ده بالعكس ده المينيمم اصلا مطلع ان الدوم يقدر يشيل اضعاف القوه اللي عليه، يعني حتى تسلح منهم ده كتير عليه. طب باشمهندس هو في القطاع الكراوين الام التيمت هي دايما صفر ولا هي رقم صغير واحنا بنهمله؟ لا هي دايما صفر. طب ازاي بقى؟ هيجي منين المومنت؟ هو مش المفروض ان احنا في قوه افقيه اصلا، والقوه الافقيه دي المفروض ان هي بتاثر لو بنسبه صغيره، زي مثلا كان في الارش اسمه ايه ده مش فاكر كان اسمه ايه، كنا بناخد 5% حتى لو قوه صغيره من قيمه القوه الصغيره. لو ايه انت بتقول قوه افقيه ايه اللي هي مين 95% 95% دي اللي كنا ناخدها ولا 5%؟ اسف ايوه زيها كده اتكلم انها زيها. لا هو نظام الدوم غير الارش سلاب او غير الارش جردر، ده حاجه وده حاجه. يعني الدوم هنا بيتحمل ان فاي وان سيتا، الارش جردر ما كانش كده، ما كانش بيتحول لان فاي وان سيتا، كان حاجه تانية خالص. يعني هو في الحقيقه حتى لو حطيناه على اي برنامج فاينايت ايلمنت ما بيجيبش اي مومنت في المنطقه دي، لو هيجيب هيجيب مومنتات صغيره قوي قوي، يعني مش تكاد تكون صفر فعلا. تمام يا هندسه. يعني احنا هنعمل سكيب كمان للتسليح بتاع الان فاي الان سيتا قصدك الان سيتا اسف ما خلاص ما انا سنت سلحته المفروض صممت بقى الان سيتا بسالب 31.8 واصلا تمام. لو حطيت في القطاع اللي عند الكراون 6.10 بيشيل 988 هيسيب. هو نفس القطاع ده نفس المساحه دي تمام. يعني انا التصميم ده كله في الاخر خطوتين او مش خطوتين بقى، ده سطرين كده كتابه بس ومفيش اي خطوات. ده جميل قوي الكلام ده. انت يا دوب بس تجيب الاسترينج اكشن صح، الباقي كله منه. لكن التنشن لازم يتصمم اعتقد يعني. لانه حديد بقى هيطلع حديد منهم برضه 6.10. طيب مش هنحسب يعني التنشن نحسبها من القانون ده على طول؟ مش هنشوف اذا كان من الطاي بس من قانون الطاي. طب المينيمم كام؟ نفس المينيمم بتاع الضغط هو كده من القانون ده، والمينيمم 6.10 تمام كده. بس مهندس انا صممت لك الدوم عند الرينج وعند الميريديان. طب عايزين بقى نصمم الهوريزونتال بيم والفيرتيكال بيم، تعال نصممه يا قدو ديزاين. بكمل كمان الهوريزونتال والفيرتيكال. الهوريزونتال هصممها لك فعلا واجيب لك الحديد اللي جواها. هو في الرينج انا بصمم عند الكراون بس، ما هي عند الفوت يا ابني القوه اقل، القوه بتسلب اقل. لو كانت قلبت موجب كنت هصممها بقى. ممكن عند الفوتنج الان سيتا الان سيتا تقلب موجب، لو قلبت موجب هصممها زي الطار. تمام. خطوه ديزاين يعني لو قلبت يا باشمهندس هصمم القطعين اللي فوق اللي تحت. هصمم اللي فوق اللي تحت. تمام. بعمل كمان ديزاين للسنتال بيم. اتفضل. هصمم اللي فوق اللي تحت ليه؟ ما هي لو قلبت هصمم كده كده اللي تحت، ما اللي فوق هيبقى اقل من الان فاي برضه. ماشي، ما قصده يكتب يعني. انا قصدي اكتب، ما هو المفروض تكتب فوق ان دي اقل من الان فاي ودي خلاص هتتصمم بقى. تمام. لو طلعت اللي فوق اقل اكبر من الان فاي لازم اكتبها برضك نفس الكتابه. مستحيل تطلع اكبر من الان فاي، لان الان فاي انت شايف بتزيد دايما. تمام صح عمرها ما تطلع. تمام تمام.
اربعه خطوط ديزاين انا بصمم فيها كمان الهوريزونتال بيم والفيرتيكال بيم. في الحقيقه انا بصمم الهوريزونتال بيم فعلا وبطلع حديد تسليح. في الفيرتيكال بيم انا بجيب لك ستريننج اكشن بس، وده المطلوب منك في الامتحان، لان زي ما هتشوف الستريننج اكشن على الفيرتيكال بيم 100 حاجه، لو قعدت تصممها هتقعد ساعتين جنبها. تعال الاول نتكلم ازاي نجيب الاحمال على الهوريزونتال بيم او الفيرتيكال بيم. الكلام ده مش جديد بقى. بالنسبه للسبورتنج بيمز، فلو ده الدوم ودي الفيرتيكال والهوريزونتال، القوه اللي بتاثر عند الدوم من تحت اسمها ان فاي. بكام؟ بسالب 34 وربع. ما حطيتش السالب ليه؟ لان حطيتها اشاره اهو ضغط. طب القوه المايله دي عايز احللها افق وراسي، بحيث ان الافق يروح للكاميرا الافقيه والراسي تروح للكاميرا الراسيه، فانا هحللها مركبتين، مركبة أفقية ومركبة رأسية. طب عايز أحللها بزاوية. إحنا كنا قلنا في الأول إن الزاوية فاي ليها تعريفين، يا إما الزاوية أفكرك أهو، لو ده السنتر بتاع الدوم وده السنتر لاين بتاعه، فالزاوية فاي يا إما الزاوية ما بين السنتر الدوم، ما بين الخط المرسوم من سنتر الدوم لحد العمود على المماس، وما بين سنتر لاين الدوم، فهي دي فاي. او هي الزاويه المحصوره ما بين المماس والخط الافقي، يعني دي برضو فاي. فالان فاي دي عند المماس اهي ممسيه للدوم، وده الخط الافقي، فالزاويه اللي ما بينهم اسمها فاي. ده ايه اسمها فاي اهي. فيبقى الزاوية دي كده أو الحمل ده هيتحلل هنا كوزين ويتحلل لفوق ساين، فيبقى دي إن فاي كوزين فاي بنسميها إتش. والقوة الرأسية إن فاي ساين فاي. الأفقية تروح للكاميرا الدايرة والرأسية تروح للكاميرا الفيرتيكال. تعال نتكلم على الكاميرا الهوريزونتال في الاول. شكلها في 3 دي عامل كده، حلقه حلقه بالمنظر ده، وانا جايب القوه اللي بتاثر عليها. بص كده ركز معايا، القوه اللي بتاثر عليها بتضغط فيها من جوه لبره. يعني لو ارسمها في 3 دي هتبقى عامله كده، قوه بتاثر عليها من جوه لبره. لو بصيت لها من البلان، ادي الدايره بتاعتك وادي القوه اللي بتاثر عليها من جوه لبره. القوه دي مقدارها كام اتش؟ ليه قوه موزعه كده؟ لانها ناتجه من الان فاي اللي جايه لكل متر، وبالتالي الاتش ده هي قوه موزعه والفي ده هي قوه موزعه على المتر. طيب ركز بقى معايا كده، لو انت عندك استك، توقع كده ان انت ماسك استك وحطيت ايدك جوه الاستك وعايز تشده من جوه لبره، الاستك هيحس بايه؟ هتلاقي ان الاستك ذات نفسه بيتشد، يعني القوه اللي جوه الاستك ده او اللي جوه الكاميرا ده اهي قوه شد. يبقى انت يا باشمهندس الهوريزونتال بيم القوه بتاعتك بتاثر من جوه لبره، فهي عايزه تفتح الهوريزونتال بيم، يعني بتشد في الهوريزونتال بيم من جوه. يعني لو جبنا يا باشمهندس الهوريزونتال بيم اهي، والمسافه دي اسمها 2 ار اللي هي دي، فالقوه اللي بتضغط من جوه لبره انا بحولها لقوه شد. قوه شد جوه مين؟ جوه الكاميرا الافقيه. طب الشد ده بكام؟ بص بقى، قال لك انا بعتبر ان القوه ده اهي بتاثر كده. الكلام ده يا باشمهندسين للتسهيل فقط، انا بعتبر ان القوه دي بتاثر كده، فانا عندي حمل موزع قيمته اتش وعايز اجيب الرياكشن هنا والرياكشن هنا، يبقى التي دي بكام؟ اتش مضروبه
في 2 ار ركزتها مقسومه على الاثنين عشان اجيب دي نصها ودي النص، فيطلع في الاخر ان التي بتساوي اتش في ار، وده القانون اللي احنا استنتجناه ان التي بتاعتك بتساوي الاتش في الار. يبقى انت الخلاصه بتجيب الاتش وتضربها في نص القطر تجيب قيمه التنشن اللي بيأثر على الكاميرا الافقيه. تيجي نعوض 34 وربع كوزاين 33.4 من 10 في 10 يطلع الرقم ده ب 285.94 من 100 كيلو نيوتن قوة شد، فجاية بالكيلو نيوتن. طب عايز تصمم قطاع في الكاميرا الأفقية عليه تنشن عليه شد بيور، أصممه ازاي ده؟ بمعادلة الطاي. فعشان أخش معادلة الطاي محتاج أجيب التي ألتمت واحد ونص في ده. جبت التي ألتمت؟ آه جبتها. وبعدين أعوض في معادلة الطاي الاريا اس بتساوي التي ألتمت في 10 أس 3 على الإف فيلد على الجاما اس. التي ألتمت عندك والإف فيلد عندك هيطلع الرقم ده ب 1370. لازم أحول الرقم ده لرقم أو لعدد أسياخ يقبل اسم على الاثنين. فانت لو جيت حسبته هيطلع معاك 6 وشويه في 16، ما ينفعش تخليهم 7، لازم رقم يقبل اسم على الاثنين. فانا كتبتهم 8 في 16. اشمعنى يقبل اسم على الاثنين؟ لان لو دي الكاميرا الافقيه فالقوه التنشن في السنتر لاين بتاعها عامله كده، فلازم الحديد بتاعك يتوزع بانتظام فوق وتحت فوق وتحت قد بعض. فانا عندي جنبين برص عليهم الاسياخ، فلازم عدد الاسياخ ده ايه يكون بيقبل اسم على الاثنين. فتعالى يا باشمهندس نحط الاسياخ، ادي الكانه وادي 4 اسياخ تحت و4 اسياخ فوق، وده شكل الكاميرا الافقيه. صعب يا شباب؟ تمام يا باشمهندس. في مسائل تانية، في مسألة تانية بره المسألة بتاعتنا، ساعات القوى الأفقية أو الكاميرا الأفقية بيبقى القوى المؤثرة عليها بتأثر من بره لجوه. ده بيحصل إمتى؟ إن شاء الله السكشن الجاي هتشوف، هتلاقي إن القوى بتاعتك بتأثر على الكاميرا الأفقية من بره لجوه. طب هي لو من جوه لبره بتعمل تنشن، يبقى من بره لجوه هتعمل ايه؟ كومبريشن. يعني يا باشمهندس لو خدنا كده القطاع ده هنا وعملنا ده جهه 2 ار، فهتلاقي ان القوه اللي في الكاميرا الافقيه لو القوه اللي بتاثر عليها بتضغط من بره لجوه هتلاقي ان القوه دي ضغط، كومبريشن مش تنشن. طب الكومبريشن ده بكام؟ برضو قيمة الـ H في R نفس القيمة بس مع اختلاف الإشارة. طب أسألك سؤال، لو الكاميرا الأفقية عليها حمل عامل كده زي ده وطلعت الكومبريشن، أما أجي أصممه إزاي؟ جاوب علي. عمود زي العمود. يبقى ده هي يا باشمهندس هتتصمم زي العمود بالظبط. يبقى لو الكاميرا بتاعتي القوة عندي بتشد من جوه لبره، انا هنا القوة الهوريزونتال بتأثر من جوه لبره، من جوه الدوم لبره اهي، فتبقى من جوه لبره فتعمل تنشن فتتصمم زي الطاي. طب هي هتبقى مينيمم برضه يا باشمهندس؟ ايه؟ هتبقى مينيمم برضه لو هي ضغط؟ لو هي ضغط تطلع مينيمم. اه طب مينيمم كاميرات ولا عمدان بقى؟ المفروض مينيمم كاميرات بقى لانها كاميرا. كاميرا ازاي بقى؟ ده احنا ما فيهاش عليها مومنت خالص، ده هي كلها قوه محوريه. بس هي في الاخر تسليح كاميرا، حتى الاشتراطات بتاعتها تسليح كاميرا. بس توزيع ده مش توزيع كاميرا، احنا موزعين زي العمود. هنا يعني؟ اه. ما
عشان ما فيش اي مومنتات، فانا وزعت زي اكنه عليه قوه محوريه بس تنشن بس. فمش عارف يعني المينيمم هنا ناخد كام اسياك كم مسافات يعني المفروض المسافات ده ايه نعملها زي القمر. طب المينيمم كام؟ مينيمم ايه؟ مينيمم الكاميرا هنا هنسميها 12. خليها 8.16 برضه كده برضه ده المينيمم. خد تبقى مش 8.12 بس 8.16 والمسافات هنا هتبقى 300 بقى الماكسيمم صح؟ اه ما تزيدش عن 300. ايوه تمام جدا. صعب كده يا جماعه؟ كده صممنا الكاميرا الهوريزونتال. تعال نصمم بقى الكاميرا الفيرتيكال. ده الفيرتيكال بي دي مش هصممها، دي هحسب لك عليها الستريننج اكشن بس. ليه بقى الفيرتيكال؟ نعم ليه انا احسب عليها الستريننج اكشن بس ليه؟ طب ما هتشوف دلوقتي، هتشوف الستريننج اكشن اللي عندك كام ستريننج اكشن واقول لك عشان نصممه محتاجين قد ايه نصممه. هو يطلب في الامتحان انك تجيب الستريننج اكشن فقط. بص حتى ده مطلوب في الامتحان اهو، كالكوليت ستريننج اكشن فور فيرتيكال بي. دي كانت مساله امتحان على فكره. تعالى يا باشمهندس نحسب الستريننج اكشن على الفيرتيكال بيم. فانا الكاميرا الافقيه او الكاميرا الرئيسيه اللي عندي ايه الاحمال اللي عليها؟ مبدئيا هي كاميرا دائريه زي دي متشاله على 12 عمود. طبعا دول مش 12، ده رسمه انديكيشن. وبيأثر عليها احمال من فوق لتحت قيمتها دبليو. طب يا باشمهندس الدبليو دي بكام؟ الفيرتيكال لود زود عليه، او الفيرتيكال اللي هو التحليله زود عليه وزن الفيرتيكال بيم ووزن الهوريزونتال بيم. يعني الاحمال الرئيسيه الاحمال الفيرتيكال اللي بتاثر على الكاميرا الفيرتيكال مجموع ثلاث حاجات: الرياكشن الفي الناتج من الان فاي زائد وزن الكاميرا الافقيه زائد وزن الكاميرا الرئيسيه. وده قانون ياب، قانون مستنتج يعني. طب الفي بكام؟ 34.25 ساين فاي، يطلع معاك ب 18.85 كيلو نيوتن لكل متر طولي. طبعا يعني انت ممكن تظبط دي تخليها على متر الطولي. طب الفيرتيكال والهوريزونتال بيم كاوزان، دي ابعاد الفيرتيكال والهوريزونتال بيم اللي كنا فرضينهم. الفيرتيكال كنا فرضينها 250 في 600 والهوريزونتال كنا فرضينها 250 في 700. طب عايز احسب وزن الكلام ده على المتر الطولي. وزن اي كاميرا كان بيساوي الجاما كونكريت في اريا، الوزن عموما بيساوي الكثافه في مساحه عشان نجيبها على المتر الطولي. فيبقى وزن الفيرتيكال بيم والهوريزونتال بيم بيساوي جاما كونكريت في اريا. طب عايز اجيب المساحه دي، ربع في 7 من 10، جبت المساحه اللي فوق. المساحه الباقيه كام؟ ربع في الارتفاع الباقي. طب الارتفاع الباقي ده قد ايه؟ 6 من 10 ناقص ربع يديك 35%. فيبقى جاما كونكريت 25 في ربع في 7 من 10، جبت المساحه دي، جبت المساحه المستطيله اللي فوق دي، زائد ربع في المسافه ده ايه؟ المسافه ده ايه؟ 35%، اللي هي 6 من 10 ناقص ربع. تضرب الكلام ده في بعض ويطلع معاك ان الاون ويت ب 6.6 كيلو نيوتن لكل متر طولي. هتجمع الرقم ده زائد ده تجيب الدبليو. فالدبليو يا باشمهندس تطلع معاك ب 25.45%. طب ده يا جماعه جبت الاحمال، لسه ما جبتش اي ستريننج اكشن. محتاج بقى عشان اجيب الستريننج اكشن ان اركز الاحمال ده اهي الموزعه ده اهي، واجيب حمل واحد اسمه بي مركز كده في النص. تتوقع بقى البي ده اهي، لو انت عندك حمل موزع على دايره قطرها 20، فهي دي كاميرا، الكاميرا ده اهي دائريه قطرها 20 يعني نص قطرها 10. عايز اجيب الحمل المركز ده، اجيبه ازاي؟ حد عارف؟
أضرب في المحيط. المحيط شلنا دبليو في المحيط. يبقى البي يا باشمهندس بتساوي دبليو في 2 باي ار. الحمل الموزع في اشمعنى بجيب البي ده اهي؟ هتعرف كمان دقيقه. يبقى 25 45 من 100 مضروب في 2 باي في ار اللي هي ب 10 يطلع معايا الكلام ده في 1599 واحد من 10. اشمعنى جبت البي؟ لان جميع الاسترينينج اكشن اللي بتاثر على كاميرا فيرتيكال دائريه بتتجاب من جدول صفحه 69 في المانيوال اللي هو الجدول ده. الجدول ده صفحه 69 في المانيوال بيجيب لك الاسترينينج اكشن على كاميرا دائريه. طب بص بقى كده، انت عشان تجيب الاسترينينج اكشن بتخش الجدول ده بعدد الاعمده اللي شايله الكاميرا الدائريه دي. طب عدد الاعمده المتاحه كام بقى؟ 4 و6 و8 و10 و12. الارقام دي بتفكرك بمين؟ عدد الاعمده المتاحه اللي كنت مختارها في الكونكريت دايمنشن. فانا من خطوه الكونكريت دايمنشن اخترت عدد اعمده اعرف اخش بيه الجدول ده. مظبطها من الاول. فكنت مختار ان عدد الاعمده 12 عشان اعرف اخش الجدول ده. الجدول ده بيجيب ايه؟ بيقول لك الماكسيمم شير لو انت عندك 12 عمود قيمه البي اللي انت حسبتها على 24 الماكسيمم ام بوزيتيف بالرقم ده. دي مش بي ار، دي بي في ار، يعني البي ده اهي في الار ده. الام نيجاتيف بالرقم ده، الام تورشن بالرقم ده. وده يا باشمهندس يخليك ترجع لسنه ثالثه كنا بنقول لك من ضمن الحاجات اللي بيبقى متولد عليها تورشن الكاميرات الدائريه. ليه؟ لان الحبل بتاعها ما بيمرش بسنتر لاين الكاميرا فبيتولد تورشن. التورشن ده بقى قيمه بجيبه منين؟ من الجدول ده. الام تورشن اهي. ايه الزاويه دي؟ هتعرف كمان شويه، هقولها لك كمان شويه. يعني الكاميرا الدائريه دي عليها شير وعليها مومنت نيجاتيف ومومنت بوزيتيف وعليها تورشن. يعني لو عايز تصممها هتصمم الشير والتورشن تجيب كانات، وتصمم المومنت السالب والمومنت الموجب تجيب حديد طولي. اقعد بقى في الامتحان صممهم اقعد سنتين. فعشان كده في الامتحان بينطلب منك بس استريننج اكشن على الفيرتيكال بي، لان عليها استريننج اكشن كتير. الخلاصة يا ابني، انت حسبت البي بعدد الأعمدة هتخش على القوانين بتاعتك تعوض بقيمة البي وقيمة الار تروح تجيب كل حاجة. يعني مثلا انا عندي 12 عمود، فيبقى يا باشمهندس الشير عليهم بكام؟ بي على 24. وعلى فكرة لو انت عايز تصمم العمود ذات نفسه فبيقول لك ان حمل العمود بيساوي البي على 12. كلام منطقي. الحمل المركز ده في الاخر هو هيروح للاعمده. طب هما كام عمود؟ 12. يبقى الحمل المركز لو قسمته على 12 تجيب نصيب كل عمود. فانا دايما هبص هنا على حسب عدد الاعمده اللي انا مختارها. فتيجي يا باشمهندس بما ان 12 كولم يبقى الشير بيساوي بي على 24. البي ب 1599 واحد من 10 على 24 يطلع ب 66 ده 60 من 100. الام بوزيتيف بالرقم ده اللي هو 19 من 1000 بي في ار 19 من 1000 في البي في الار يطلع الام بوزيتيف بالرقم ده. الام نيجاتيف سالب 37 من 10000 بي ار اهو تعوض يطلع معاك الام نيجاتيف بالرقم ده. الام تورشن ب 2 من 10000 بي في ار يبقى 2 من 10000 بي في ار. هتغلط انت في الامتحان هتنقص صفار من دول، من الاستعجال هتنقص انت صفار هتاخدها 2 من 1000. هتعوض يطلع معاك الام تورشن ب 3 و2 من 10. الار دي اللي هي نص قطر دوران البيم. ايه ده؟ الار اللي هي نص قطر دوران البيم. نص قطر دوران البيم او تمام. نص قطر دوران الارض. ما هي
تمام جدا. المساله بتاعتنا هي اياها. ساعات بقى احنا بنعمل فيرتيكال او الدوم مش في كل الارض، ساعتها هناخد نص دوران البيم دايما اللي هي الار دايما. تمام تمام يا باشمهندس. ومديه في الاخر زاويه انجل كده ب 6.21 من 100. ايه الانجل دي؟ هقولها لك دلوقتي. احنا في الامتحان في الحقيقه ما بنكتفيش بس ان احنا بنحسب دول، احنا كمان بنرسم الاسترينج اكشن دي. احنا حسبناها اهو. تعال اول نرسم المومنت. المومنت دايما كشكل ثابت هو الشكل ده، دايما فوق اي عمود بالسالب ما بين العمودين بالموجب. انت جايب السالب بكام؟ 59 و17، والموجب 30 و4. يبقى الموجب 30 و4 والسالب 59 و17. كده رسمت المومنت. ارسم الشير ازاي؟ الشير دايما مثلثات بالمنظر ده، خط عند الركايز وصل بين كل خطين بخط، فيبقى ده منظر الشير. بكام بقى الشير؟ ب 66 63 من 100 عند اي قيمه سواء موجبه ولا سالبه. طب والتورشن؟ التورشن يا باشمهندس دايما بيترسم بالمنظر ده. لو خدت بالك الشير ماكسيمم عند الركايز، التورشن بزيرو عند الركايز، لان الركيزه ما بيحصلهاش تورشن. التورشن ماكسيمم في النص هنا كده او في ربع البحر. خد بالك بالحته دي، اوعى تلخبط في الامتحان. التورشن مومنت كيرفات صفرها عند الركايز. بكام بقى التورشن؟ ب 3.2. طبعا ده موجب مش سالب، موجب 3.2. طب ايه الزاويه سيتا دي؟ بص كده، قال لك لو دي قمر دائريه وده السنتر لاين بتاع القمر الدائريه في البلان، يعني وانت باص للقمر الدائريه من البلان فهي دايره في البلان، وانت باص لها من تحت السنتر لاين بتاعها. لو وصلت خط ماذا حدث يا شباب؟ هل عندي فقط ولا هو الباشمهندس بياخد ريست؟ عندك انت بتقطع الصوت. وتقريبا التيمز نفسه بياخد ريست. طب خلي بالك يا عم، ممكن يكون مش واخد باله يا جدعان. طب ما كفايه كده يا باشمهندس. الميكروفون مفتوح، الميكروفون مفتوح اساسا. المفروض الباشمهندس مش هنا، باشمهندس مش هنا يا شباب. باشمهندس سامعني؟ هتلاقي بيقول له باد كواليتي في الانترنت. كله يفتح المايك يا جدعان عشان ياخد باله. كله يفتح المايك يا جدعان وقول ايه؟ لا من غير ما المايك مقفول يا ريس. بجد المايك مفتوح، بس هو ممكن يكون النت عنده عملها معاه، فحد بعت له رسالة. انا هبن عليه. خلاص بس هو كده يعرف. حد قفل عليه؟ مين اللي قفل عليه؟ يلا تشرب، بقالي ساعة عايز اقوم اشرب. ما تقوم تشرب انت متخلف، ما هو سكت اقوم اشرب وتعال. وايه اللي حصل مع الطارق يا رجال؟ حد يطمني. والله اللي لسه انا عارف. حاول لسه نوصل له، مش عارفين لسه. بس هو اكيد خلاص محمد طارق صاحبنا ولا مين؟ ولا انا محمد طارق؟ محمد طارق خطاب. ماله؟ ايه يا ابني بنقوله؟ عمل حادثه، عمل حادثه، ربنا يشفيه ويعافيه ويحفظنا كل شهر. حادثه؟ انت يا ابني وازاي وطارق عمره ركب عجله؟ مش عارفين بقى، ما احنا بنحاول نعرف مش عارفين حاجه. ما رنتوش عليه ليه؟ ما فيش، هو هيبط ازاي؟ انت متخلف؟ يوم جد يا جدعان ولا ايه؟ والله بجد يا جماعه ما عارفين كده. هو في البيت ولا فين يا ابني؟ يا ابني حادثه بقول لك، حالته خطر. تكنو؟ ما هو تكنو بيحاول يوصل قادم، ما وصلش الحاجة لسه. يوصل مين ده اخر شارع؟ يا ابني هو مش في البيت، المستشفى. هكلم ابوه يا ابني ولا اخوه ولا اي حاجه. استنى انا هكلم اخوه معايا.
ماترين اخوه ماترين امال لو وجع دماغنا ليه ماترين بقول لك لسه بنحاول نوصل لحاجه مش عارفين نوصل لحاجه يشوفوا المعيد يا جدعان لكم اتخطف ولا حاجه مش لسه اخبار وصلت بيحاولوا يعرفوا يوصلوا الرقم الدكتور اللي في الطوارئ دلوقتي هو يا عم هيبن على اخوه لا بقول لا تكنو كمل انت بس كده بن على اخوه اللي دور عليه انا هبن على البشمهندس الموافي الله يتنزي نفسه اللي تعب يعني معلش يا جماعه النت اعترض فطلعني بره هو النت اكيد تعب والتطبيق تعب النت بيفهم والله فاهم قصدك ايه يا ابني بالكلام الماسخ ده عارف والله اعمال السنه احنا خايفين عليك يا باشمهندس يعني اكيد زورك وجعك لا والله ما مش عارف عادش وجعني ليه خلاص بقى جدتك لو احنا احنا زورنا وجعنا ايه ده انت بتتكلمش ما بتتكلم هتعمل ايه احنا بنسمع وبنركز امال يعني انا نفسي بقى. اوصل للصفحه بتاعه سينكس فور اتنشن دي انا وصلها ثاني ما بتوصلش عمال الف كلها صفحه ثاني خلاص تمام فاحنا كنا رسمنا الشير والمومنت والتورشن والكلام الحلو ده ناقص لنا ايه بقى التيتا دي بس معناها ايه فكنت بقول لك لو انت في البلان لو انت ان بلان وده السنتر لاين بتاع الكاميرا الدائريه من تحت ده السنتر لاين بتاعها فالزاويه يا سيدي تعرفها ايه لو انت وصلت خط من السنتر لاين ده للركيزه كده في البلان الكلام ده في البلان يا شباب وجيت عند اقصى قيمه للتورشن وخدت خط راسي هيقطع الكاميرا في نقطه وصلت خط من النقطه دي لحد السنتر لاين بتاع الكاميرا برضه الزاويه المحصوره ما بينهم ده ايه هي الفاز او هي الثيتا يبقى الزاويه الثيتا ده ايه هي الزاويه ما بين الركيزه الخط الواصل من السنتر لاين بتاع الكاميرا في البلان للركيزه والخط الواصل ما بين السنتر لاين في الكاميرا في البلان لاقصى قيمه للتورشن ليها لازمه بلاش لازمه في الامتحان ولا اكنك بصيت لها يعني اكتبها ولا اكتب التعريفها طيب ولا ما اكتبش طب قول تاني كده يا باشمهندس قول تاني معلش تاني في البلان ان بلان تمام يا حبيبي ان بلان في البلان لو ده السنتر لاين بتاع الكاميرا يعني الكاميرا الدائريه ده هي كده مكمله في البلان وده السنتر لاين بتاعها الكلام ده 3 دي يا جماعه فده السنتر لاين في البلان لو سعادتك وصلت خط من السنتر لاين اللي في البلان ده لحد الركيزه وجيت من اقصى قيمه للتورشن وطلعت فوق فخبطت في الكاميرا في نقطه جيت من عند النقطه دي ورحت وصلت بسنتر لاين الكاميرا تاني هتلاقي ان الخطين دول ان بلان يعني عشان تشوف الخطين دول يا تبص للكاميرا من تحت يا من فوق الزاويه ما بينهم ثيتا اللي هي دي تكتبها بس في الامتحان ما لهاش اي لازمه تمام ما لهاش لازمه يعني لا طب يلا حد عنده مشكله في ده يا جماعه كده احنا خلصنا الهوريزونتال بيم والفيرتيكال بيم وخلصنا كمان الدون كتصميم ناقصنا بس الرينفورسمنت ديتيل بس انت مش بنحسبها صح ما لهاش حسب نكتبها بس تمام يعني اكتب ايه بس اكتب الثيتا بكذا اللي هي القيمه ده ايه وترسمها على البلان عند التورشن معلش يقول تاني كده ايوه انا هجيب قيمتها منين برضك يعني ما هي يا ابني يا عم قيمتها في الجدول يا ابني في الجدول تمام ما خدتش بالي
بتقول يا راجل مسحه بقى ابو سيدك قول كده تاني معلش الحته الاخيره دي الثيتا تاني. بص يا عم الثيتا هي الزاويه المحصوره ما بين لو انت خدت لو انت رسمت السنتر لاين بتاع القمره الدائريه في البلان يعني لو انت باصص للقمره دي من تحت هي القمره دي دايره فلو انت باصص للقمره دي من تحت واقف تحت الارض كده فهتلاقي ان الدايره دي ليها سنتر لاين تخيل بقى اللي انت شفته اهو ورسمت كده في دماغك خط من السنتر لاين للعمود ده وجيت على التورشن مومنت اللي مرسوم على القمره ده جيت من اقصى قيمه ورسمت خط راسي قطع الكاميرا دي في نقطة وجيب من عند النقطة ده ايه وصلت خط من النقطة ده ايه للسنتر لاين بتاع الكاميرا تاني او للسنتر بتاع الكاميرا تاني الزاوية المحصورة ما بينهم ده ايه بست درجات واحد وعشرين من مية ثانية جبتها منين هي الزاوية دي اللي في الجدول يبقى هي الزاوية المحصورة ما بين الخط الواصل من سنتر الكاميرا الدائريه في البلان للعمود والخط الواصل من اقصى قيمه تورشن للسنتر بتاع مين الكاميرا اللي هو الخطين دول الخطين دول بقى ما تشوفهمش غير وانت باصص من البلان غير وانت باصص للكاميرا من تحت لفوق اتوقع انت باصص لفوق كده فشايف الكاميرا دايره حطيت السنتر لاين بتاعها وصلت خط للعمود ووصلت خط الاقصى قيمه تورشن هيبقى ما بينهم زاويه الزاويه دي اسمها سيتا تمام كده تعال بقى نرسم الرينفورسمنت ديتيلز انا في الرينفورسمنت ديتيلز مش محتاج المساله تبقى جنبي لانها رسم وانا عارف ان كل الحديد اللي طلع مينيمم فانا في السلايد الجايه هرسم لك الرينفورسمنت ديتيلز في سلايد لوحدها هقسم السلايد نصين النص اللي على اليمين هرسم فيه الاليفيجن والنص اللي على الشمال هرسم فيه البلان وانت في الامتحان اعمل كده برضه الاليفيجن اللي عايز ارسمه هو ده حته من الدوم مع كاميرا راسيه وكاميرا افقيه وانت بترسم الحته دي من الدوم في الامتحان السمك ده صغير 100 مللي فانت ارسمه صغير ووضح له انك كل ما تنزل لتحت السمك هنا بيكبر لحد ما يوصل ل 140 على مسافه قد ايه؟ اكس طبعا عايزين نرسم بقى التسليح دايما يا ابني التسليح الرئيسي بتاع الدوم تسليح سفلي اللي هو في اتجاه الميريديان فالتسليح عامل كده موازي للخط السفلي وبيخش جوه الكاميرا الاراسيه اول ما ارسم ده اخده افرده بره بس قبل ما افرده انا عارف ان في شويه عزوم سالبه ركز معايا ما بين الدوم والكاميرا الرئيسيه والافقيه في هنا عزم سالب كده اللي صممته فالعزم السالب ده معلش القطاع اللي هنا كنت مصممه بانتر اكشن دايجرام الالفا بواحد يعني الحقيقي اللي تحت في زيه فوق فتقوم جاي راسم الحقيقي اللي فوق ده انا خدت الاولاني فردته 6 في 10 الحديد الثاني بيترسم كده وبيخش جوه الكاميرا الهوريزونتال طب مسافته قد ايه الحديد ده لبعد على بعد اكس يعني المفروض الحديد ده يبقى طوله من الدوم متر او ال ديفلوبمنت ايهما اكبر طبعا هتلاقي المتر اكبر تمسك الحديد ده تفرده هنا وتكتب عليه ان هو 6 في 10 نعم مش هو المفروض ان القطاعات كلها عليها ضغط يعني المفروض ان تفرده الحديد تبقى متساويه في الناحيتين لا في الدوم بنرص الحديد سفلي بس لان يعني الحته اللي فوق 100 هو اصلا مش محتاج تسليح خالص هو سيف انت لو صممت الدوم ده بالكمبريشن ديزاين قصدي بالوركينج ديزاين هتلاقي ان الخرسانه كقطاع فقط تقدر تشيل الاسترس اللي عليها اللي هو التنشن لان ما عليهاش تنشن فانا بنحط الحديد ده مينيمم فرشه بس كده يعني مش محتاجه اصلا فبحطه سفلي بس لان الرقه مش عارف اعمل رقتين في 100 مللي فباجي عند الحته ال 140 عشان المومنت السالب بس بعمل حته علويه تمام 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 جدا هو الخرسانه نفسها شايله الضغط
مش محتاجة حديد. تمام باشمهندس وصلتني كده. تمام. فانا كده يا باشمهندس رسمت الحديد بتاعي وفرطته. في الامتحان اعمل زي ما اعمل بالظبط. ارسم بنفس الخطوات دي. بعد كده باجي على الكاميرا الافقية والرأسية. دي كاميرات فجواها كنات. برسم الكنات اللي جواها. يا كان اوتوماتيك يا كانتين. انا يا عم اعتبرهم كانتين. اسهل حاجة. فهم جاي معتبر دي كانة ودي كانة. ففردهم فوق دي كانة ودي كانة. وبعدين المفروض ان اروح اعمل بقى الحديد. هل انا صممت الفيرتيكال بيم؟ لا. فالفيرتيكال بيم المفروض ان هي عليها عزوم وعليها شير وعليها تورشن وشغل يعني كبير قوي. فالمفروض ان الكاميرا الكاميرا ده فيها حديد ما صممتوش. بقوم جاي رسمه انديكيشن بس. اربع سيخ هنا والمفروض سيخين هنا. سيخ هنا وسيخ هنا. انديكيشن. بس السيخ اللي هنا ده من ضمن اسياخ الكاميرا الافقيه. يعني الكاميرا الافقيه كان محتاجه 4 فوق و4 تحت. فالسيخ اللي هنا يعتبر سيخ مشترك هيشتغل مع الكاميرا الرئيسيه والكاميرا الافقيه في نفس الوقت. طب بالنسبه لاقفال الكنات دي المفروض ان الكان ركز معايا بتاع الكاميرا الرئيسيه كان مغلقه لان عليها تورشن. فانت في البي دي اف الكان دي مرسومه غلط. يعني قفل الكانة بتاع الكاميرا الرئيسية مش هنا. المفروض تبقى كانة مغلقة. يعني يبقى هنا في خط وهنا برضو في خط مايل كده والخط ده يتمسح. اللي هي الكانة المغلقة العادية اللي كانت بترسم كده في سنة تالتة. باعتبار انك مش عاملها اوتوماتيك طبعا. باعتبار ان كل كانة لوحدها. لو اوتوماتيك خلاص يبقى هي كده كده هتبقى مغلقة لوحدها. اتفضل. هو الاول كده مش في خمس تسيخ فوق واربع تسيخ تحت في الافقيه الهوريزونتال بيم؟ لا الكاميرا الافقيه السيخه الرئيسيه ده وده وده وده. السيخ ده انا حاطه عشان الكاميرا الرئيسيه مش الافقيه. انا عارف بس هو كده يعتبر شغال معاه زي السيخ اللي على اليمين ولا ايه؟ زياده. ايه المشكله يزعلك ليه في حاجه يعني؟ عشان السنتر لاين بتاع الجول بس. لا مش هيغير السنتر حتى لو غير حاجه بس تاوي. انا قصدي ممكن ما احطش السيخ اللي جنبه واعتبر ان هو ده اللي شغال ولا لازم احط السيخ اللي جنبه؟ لا عشان الكانه. لا ما ينفعش. لا السيخ اللي جنبه على ايد على الشمال على طول. ماشي عادي. لو انت عايز تعتبر ده يشيل معاك ما تحطش ده. ماشي تمام. والسؤال الثاني القفل بتاع الكانه دي علشان دي منطقه شد تقريبا او علشان ايه؟ ايوه طبعا. قفل الكانه فوق عشان دي منطقه ضغط. ضغط لان انت قاطع عند العمود. فالكاميرا عند العمود الشد فوق والضغط. لا المفروض العكس. هي دي عند العمود؟ لا مش عند العمود دي في نص البحر بقى. شد تحت والضغط فوق. يعني كده قاطع في نص بحر مش عند العمود. اتفضل. انا كنت عاملها يعني انا عملتها اوتوماتيك ليه؟ ما انا كده كده في فوق ضغط. ولا انا كنت بعملها اوتوماتيك علشان ايه؟ عشان بس الناس الغرض من الاوتوماتيك. لا ما بلهاش الاوتوماتيك. مش الاوتوماتيك قصدي. مش قصدي اوتوماتيك قصدي كانت مقفوله. مش مقفوله كانت مغلقه ليه؟ عشان تورشن. عشان الكاميرا الرئيسيه عليها تورشن. تمام جدا. حد عنده سؤال يا جماعه؟ الكاميرا الافقيه بقى كلها عليها ضغط. فقفل الكنه بتاعها في اي حته ومفتوحه عادي. فهنا مثلا عادي اي حته. بس خلي بالك ان الكاميرا الرئيسيه معلش اعملها كنه مغلقه. عدلها عندك. يعني الكنه دي كده غلط. يا اما تعمل الكنه على بعضها اوتوماتيك. بعد ما خلصت تسليح الكاميرات وخلصت تسليح الدوم في اتجاه الميريديان ناقصك يا باشمهندس تسلح الدوم في الاتجاه الثاني. طب ما تيجي نشوف كده التسليح ده على الدوم ذات نفسه. ده الدوم اهو. انا اللي عملت دلوقتي سلحت الدوم في اتجاه الميريديان اللي هي الاسياخ دي. ناقص بقى انك تسلح الدوم في اتجاه الرنج اللي هي الاسياخ اللي بالازرق دي. طب لو ده كان باين خط عشان يبان خط هيبص له من الجنب مثلا فيبان لك خط. او هتاخد قطاع كده وتبص له كده فيبان لك الحديد ده خط زي ما هو باين هنا. ساعتها الحديد اللي بالازرق ده هيبان ايه؟ هيبان نقط. طب هيبان نقط فين؟ هيبان نقط فوق الخط لان الحديد الرئيسي
هو الاحمر، فالحديد اللي في الرنج بيترص فوق الحديد بتاع الميريديان. يعني الخدود الزرقاء ده اهي، او النقط الخدود الزرقاء اللي هي دي هتبان هنا النقطه بالازرق اهي. يعني من الاخر انا بعمل جوه الدوم فرش وغطا، فرش في اتجاه الميريديان وغطا في اتجاه الرنج. بس الغطا ده يا باشمهندس اسياخ مدوره او بقدر الامكان مدوره، يعني مش لازم تبقى سيخ واحد مدور، ممكن تبقى كذا سيخ يعملوا شكل دايره في الاخر. طيب يا باشمهندس الحديد السالب ده هل بستخدمه حديد في اتجاه الميريديان بس؟ لا، بستخدم له حديد توزيع في الاتجاه الثاني، يعني بستخدم له حديد غطا برضه. بس عشان السمك ده صغير، فاكر في السلندريكال شيل بنعمل الحديد هنا استجرد، يعني السيخ هنا مقابل لسيخ، يعني السيخ ده ده هنا ما فيش تحته سيخ، بعد كده السيخ ده ما فيش فوقه سيخ، بعدين ما فيش تحته، يعني بيبقوا استجرد مختلفين عن بعض عشان اعرف ارص. والاسياخ اللي بنزرق دي 6×10، واللي بالبنفسجي دي 6×10 برضه. عشان حطيت البنفسجي دي حطيتها ليه؟ حديد توزيع للحديد اللي هو السالب. تمام. مينيمم بقى برضك. مينيمم طبعا 6×10، هو كله مينيمم. هو ده بس اللي مينيمم، ده ده بتاع كله مينيمم. تمام. حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ وعلى فكره الاليفيجن كده خلص. يبقى الاليفيجن برسم التسليح اللي في اتجاه الميريديان وافرده. برسم برسم كنات الكمرات وافردها، مع اعتبار ان الكانه في الفيرتيكال بيم كانه مغلقه لان عليها تورشن. بعد كده برسم التسليح جوه الكمرات، وبعد كده برسم منقط فوق السيخ اللي بالاحمر اللي هو بالازرق ده، النقط اللي بالازرق دي في دي الحديد في اتجاه الرنج، وبعد كده برسم النقط اللي بالبنفسجي، ودي الحديد الديستريبيوتر بتاع الحديد السالب. طب عايز ارسم بقى البلان كده، الالفيجن خلص، عايز ارسم الكلام ده في البلان. فالاول عايزين نرسم او نستنتج اللي اوت بتاع الكلام ده في البلان عامل ازاي. تخيل بقى معايا ان حته الارض دي قدامك دلوقتي، وانت سعادتك واقف تحتيها وبص لفوق، هتشوف ايه؟ اول حاجه هتشوف الخطين بتوع الكاميرا الدائريه او الكاميرا الفيرتيكال اللي هي النقطه دي والنقطه دي، هتشوفهم انت ايه؟ دواير حوالين الارض، خطين كده مدورين، يعني هيبانوا كده دايرتين كده، بحيث ان العرض ده هو عرض الكاميرا الرئيسيه. الكاميرا الرئيسيه دي دايره يا ريس. طب النقطه اللي بره دي هتشوفها ولا لا؟ هتشوفها. بس قبل ما تشوفها، هي مش المفروض ان الكاميرات الرئيسيه دي بتدور حوالين الارض، والمفروض ان الكاميرات دي متشاله عمدان؟ ايوه، كام عمود بقى؟ 12. فهيبان لك مع خطين الكاميرا الراسيه 12 عمود، اللي هم ال 12 عمود دول. وبعدين الكاميرا الافقيه الخط بتاعها ده اهو، او النقطه اللي انت شايفها من تحت، بس النقطه دي هي مش نقطه، دي دايره برضو، فهتبقى في دايره حوالين الدوائر دي. يبقى ده اللي اوت في البلان، كاميرا رأسية متشالة على 12 عمود، وكاميرا أفقية دايرة. ساعدتك في البلان ناقصك حاجة واحدة بس، ايه هي؟ انك عايز تقوله ان المسافة اللي جوه الكاميرا الأفقية، الكاميرا الرأسية ده ايه؟ اللي هي المسافة اللي بشار عليها دي، دي مين؟ دي الدوم. ما هي من الكاميرا الرأسية اللي هنا لحد الكاميرا الرئيسيه الناحيه الثانيه، اما بصت من تحت هتشوف الدوم. طب هل الدوم ده سمك واحد ثابت يعني؟ لا، هو عند الكراون هنا ب 100، كل ما قرب من الكاميرا الرئيسيه السمك بيوصل ل 140. عملنا الكلام ده ازاي في السلندريكال؟ عملنا خط منقط، هنا هنعمل دايره منقطه تبين ان الدوم اللي في النص ده في النص سمكه 100، وكل ما تقرب من الكاميرات الرئيسيه السمك بيزيد لحد ما يوصل ل 140. فالسمك من الكاميرا الرئيسيه لحد النقطه دي 140،
جوه النقط دي كلها هنا من جوه 100 كده يا باشمهندس. رسمنا البلان كلي اوت، وعلى فكره ده رسمه اللي اوت بتاع الدوم. حد عنده اي مشكله في ده؟ لغايه دلوقتي تمام. طيب بص بقى يا ريس، انا كنت ممكن ارسم البلان ده واروح ارسم لك جواه التسليح السفلي بتاع الدوم كامل جوه البلان، وارسم بلان تاني خالص، واحد تاني، وارسم جواه التسليح العلوي بتاع الدوم. يبقى كان المفروض كنت ارسم بلانين، بلان هنا ارسم فيه التسليح السفلي، وارسم بلان تاني ارسم فيه التسليح العلوي. طب هو مش التسليح السفلي في نص الدوم زي النص التاني؟ اه هو والتسليح العلوي في نص الدوم اللي على الشمال نفس بتاع نص الدوم اللي على اليمين. فاحنا في للتسهيل في الامتحان بنعمل ايه؟ بنرسم بلان واحد نقسمه نصين، النص اللي على الشمال هرسم لك تفاصيل التسليح على نص الدوم السفليه، تفاصيل التسليح السفليه على نص الدوم ده، وتفاصيل التسليح العلويه على نص الدوم ده، بدل ما تقعد ترسم بلانين وكل بلان ترسم عليه تفصيل تسليح. طب بص بقى اللي هعمله يا ابني، ان هغش التسليح من الاليفيجن، بس انا مش هعمل اي جديد، بس خد بالك بقى، تعال نشرح حته هنا كده هتسهل علينا الرسمه. هنا هي المفروض ان السياخ اللي بالاحمر دي 6×10 على المتر، يعني المسافه بينهم تقريبا 160 ملي، صح؟ اي سيخ بالاحمر المسافه بينه وبين اللي بعده المفروض انها 160 ملي. انا عندي مشكله في الدوم خطيره قوي، ان وانت بترص السياخ دي كل ما تقرب من فوق، بص كده، كل ما تلاقي السياخ بتقرب من بعض، وكل ما تنزل لتحت كل ما السياخ عماله تبعد. انت المفروض ان اي مسافه من دول ما تقلش عن 200 ملي اللي هو المينيمم، او 160 ملي اللي هو المينيمم 6×10. المفروض ان المسافه اللي تحت ده ايه والمسافه اللي فوق ده ايه، اقل واحده فيهم، او اسف اكبر واحده فيهم ما تقلش عن 160. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ ده انت لو عملت اللي تحت 160 هتوصل لفوق تلاقي ان اللي فوق صغير قوي فما تعرفش تصب، ولو عملت اللي فوق ال 160 توصل لتحت تلاقي اللي تحت كبيره قوي فما حققتش الشرط اللي هو 6×10. فقال لك الحل يا ريس ان بعمل اسياخ من فوق بعدها 160 فعلا، يعني البعد فوق فعلا بين السيخ والتاني 160، نزلت تحت لقيت المسافه كبرت عن 160 اعيط بقى؟ لا، هنشوف ال 160 ده ايه تنفع لحد فين، او ممكن نعملها فوق اقل من 160 كمان، يعني ممكن نعملها مثلا 100 ولا حاجه عشان تصب 100 كويس، 80 ماشي، وتفضل تمشي لتحت لحد ما تشوف المسافه وصلت لحد 160 فين، ولكن هنا مثلا، بعد كده من هنا لحد تحت المفروض المسافه اكبر من 160 من السيخ ده للسيخ ده. طب اعمل ايه بقى؟ قال لك بنروح نحط سيخ زياده ما بين كل سيخين، شفت السيخ دي اللي هي مش واصله للاخر، بحيث ان السيخ ده اهي تقلل لي المسافه بين الاسياخ اللي كانت في الاول، تقلل لي المسافه عن 160 لحد المنطقه اللي كانت تنفع 160 لوحدها وما كملش السيخ ده، يعني ده سيخ متوقف. لازمته ايه السيخ ده؟ لازمته يا باشمهندس انه يقلل المسافه عن 160 في الحتت اللي كانت واسعه. حد مش فاهم ده؟ هي المسافه اللي لا تزيد عن 160 صح؟ اه. طيب هي المشكله كده المسافه متحدده لي من عدد السيخ اللي انا جايبه قبل كده؟ 6 في 6 في المتر. ما المشكله ان راسه الاسياخ ده ايه، لو رصيتها دايما هتلاقي في مشكله في الدوم، ان المسافه عماله تقل كل ما تطلع لفوق، فالمسافه دي ما تقلش عن 80
وما تزيدش عن 160 مش هتعرف تحققها. فاحنا بنضبط ال 80 من فوق ونرص تحت، نلاقي المسافه تحت وسعت قوي، نحط سيخ من عندنا في النص، او ممكن اطلع بالسيخ بتاعتي من تحت عادي المسافات هي اللي هي هي نفس الفكره. تمام، لحد ما المسافه تقل عن 80 تقوم جايه قاص. هي هي تمام. هو الدكتور قال تقريبا بناخد المسافه دي لغايه النص. ما هو انا اقول لك اهو لسه بقى. تمام، لقينا يا باشمهندس ان انسب طول للسيخ ده هو نص الارتفاع، اللي هو السيخ المتوقف ده، اللي هو السيخ ده انسب حاجه ليه انه يبقى نص ده. يعني من الاخر النص مستمر للاخر والنص متوقف عند نص المسافه. صعب يا شباب؟ هي مش صعبه بس احنا خلاص يعني. بص باشمهندس وصلنا لل خلاص بقى، انا هخلص خلاص، انا خلاص هخلص. طيب ناقص يا باشمهندس حاجه واحده بس، حاجه اخيره في الدور. باشمهندس معلش اتفضل. الحته بتاعت الحديد دي يعني انا بطلع من تحت كام؟ ولا انا لما باجي انفذه ببدا بايه الاول؟ مش فاهم. تنفيذ حاجه من الاثنين، يا من تحت تظبط المسافات 160 من تحت خالص، بص كده حاجه، خلي المسافه بين السيخ ده والسيخ ده 160. عندك مشكلة؟ لا تمام، كلهم كده، واطلع بالسيخ عادي لحد ما فوق الاقي ان المسافة وصلت مثلا 80، خلاص يبقى سيخ يكمل والسيخ الثاني يقف. تمام يا راجل، فاهم كده؟ فانا بقول لك ان الاسياخ المتوقفة ده ايه؟ بتقف على نص الارتفاع تقريبا. يعني لو السيخ ده طوله 5 متر هتلاقي ان السيخ التاني ده بيبقى طوله مثلا 2 متر ونص او 3 متر. تمام كده يا ريس؟ تمام يا هندسه. طب يا باشمهندس الاسياخ المتوقفه دي من ضمن عدد الاسياخ اللي انا كنت حاسبها ولا دي اوفر؟ من ضمن السته، من ضمن السته. ايوه تمام. طب بزود اسياخ من عندي يعني، ده من السته، من السته ده برصهم بقى مظبوط، واحد بيبقى متوقف وواحد بيستمر. طب ايه الحته اللي فاضيه فوق دي يا باشمهندس؟ سيبها فاضيه ليه؟ ليه الاسياخ دي ما كملتش لفوق؟ تعال كده نكمله مع بعض، ركز كده معايا. اخر حته يا ابني، لو مديت ده لفوق كده وده كده وده كده اهو لحد فوق، كلهم ممدودين لفوق اللي هو مستمرين، هتيجي هنا ان شاء الله بقى في الموقع تلاقي في اسياخ جايه من الناحيه الثانيه كمان، تلاقي حوالي 50 سيخ كلهم في النقطه دي. هتصب بقى النقطة دي ازاي ان شاء الله؟ تعرف تصبها؟ فاحنا نقول لك ايه؟ احنا بنيجي عند الدوم والحته اللي فوق ده ايه؟ ما بنخليش كل الاسياخ توصل كده. امال بنعمل ايه؟ بنعمل هنا شبكه في القبه بتاعت الدوم، بحيث ان الشبكه دي تخلي الاسياخ تقف عندها. يعني بنعمل شبكه كده يا باشمهندس، نرصها قبل الاسياخ اصلا. الشبكه هي عامله كده، موجوده قبل الاسياخ، بحيث ان الشبكه دي عندها حديد في الاتجاهين، وبنقطع عندها الاسياخ دي. يعني الاسياخ دي بتمشي لحد فوق. شكل الشبكه دي عامل ازاي هرسمه لك كمان شويه. طب تعالى يا باشمهندس نرسم الكلام ده في البوتوم رينفورسمنت. باشمهندس معلش اتفضل. هو 6 في 10 اساسا كرقم 6 في 10 مينيمم ما بيحققش ان انها لا تزيد عن 160 مللي، هي بتبقى 166 وشويه. ماشي يا عم، قلت تقريبا 160، احنا في الموقع بنعملها 160. يعني انا ممكن ما التزمش بال 6 في 10 اللي انا جايبها، انا دي ازود التسليح عشان ايوه يا عم. طيب تمام، يعني انا اجي اعملها 160 في عند البوتوم، بعدين اطلع لغايه النص في الامتحان. يا ابني الرسمه دي انديكيشن اصلا، انت بترسمش. انا هقول لك ده في الامتحان، في الامتحان ما بنرسمش دي خالص، دي للفهم. اللي في الامتحان اليفيجن وبلان بس، ما عشان هنرسمها في البلان، ما احنا لسه لا هنرسمها لابعادها. مش هتبقى يا عم، لا مش مظبوطه طبعا. انديكيشن تمام تمام. طيب تعالى بقى يا باشمهندس نرسم البلان. انا هرسم الاول البوتوم. بص ركز معايا، البوتوم الاسياخ بتاعتي السفليه الخطوط واصله من الكاميرا لحد اعلى نقطه في الدوم. انا غشيت اهو،
لقيت بيقول لي ان السيخ البوتوم الخط واصل من الكاميرا الاعلى نقطه في الدو. فاجي هنا هرسم سيخ واصل من الكاميرا لحد اعلى نقطه في الدو. ما دي اعلى نقطه في الدو نص الاسياخ مستمر والنص التاني متوقف. فهمناها هنا بقى خلاص الاسياخ السفليه واصله من الكاميرا. طب ايه النقط دي؟ لان الاسياخ دي يا باشمهندس داخله جوه الكاميرا برجل اهي. فاما انت تقطع وتبص لفوق الرجل دي هتبان نقطه لانها سيخ. فالنقط دي يا باشمهندس معناها ان الاسياخ ده اهي داخله جوه الكاميرا الرئيسيه داخله جواها فتبان اسقاطها نقطه. ده اول حاجه اهو. كام سيخ دول بقى؟ 6.10 على المتر. طب ليه ما وصلوش للاخر؟ لان في الاخر بنعمل شبكه. الشبكه دي على فكره المسافه دي تقريبا كانت دي على 10 او حاجه كده مش فاكر المسافه بالظبط. حد فاكرها من المحاضره؟ شوف المحاضره تقريبا بس انا مش فاكر تقريبا دي على 10. انا فاكر دي على 10 تقريبا يعني اللي هو دي الديامتر كله على 10 الشبكه دي العرض بتاعها. ما تكتبوش في الامتحان هتاكد لك من الرقم اقوله لك. فاكر الرقم بالظبط كان كام؟ طب خلاص يا باشمهندس عملنا اول تسليح اللي هو السفلي. طب بعد كده المفروض اعمل ايه؟ التسليح في اتجاه الرنج انا جاي رسمت الخط اللي هو الاحمر في تسليح ازرق. الرنج بقى هيبان ازاي هنا؟ على فكره الشبكه دي عامله كده هنا زي ما كنت برسمها لك. الحديد اللي بالازرق ده يبان ازاي في البلان؟ ده رنج يعني يبان دواير بس انا هرسم نص دايره بس. هرسم نص دايره بس يا باشمهندس لان برسم في البوتوم فهرسم نص دايره فقط. يبقى ده التسليح السفلي كامل. في اي حاجه دايره سفليه؟ لا هم دول بس. الخط اللي بالاحمر واصل من الكاميرا لقبه الدوم بس بيتصل على شبكه. والخط اللي بالازرق دايرتين كده انديكيشن. طب دي التسليح العلوي تو سكيل يا باشمهندس؟ يعني ايه تو سكيل؟ يعني المسافات ما بين الدوائر ديت ولا اي حاجه يا ابني. انديكيشن انديكيشن تمام. حتى الدايره الخارجيه والدايره الداخليه اه تمام. دايرتين يعني مسافه الشبكه اللي هي الدي على 10 دي نص نص المسافه. يعني قصدك الدي على 10 يعني في دي على 10 كمان. المسافه كام هشوفها وافتكرها واقولها لك ولاك السكشن الجاي ان شاء الله. كده كده هنرسم تسليح تاني السكشن الجاي. ماشي نرسم في مساله ثانيه يعني. طيب عايزين بقى نغش الحديد العلوي. هو العلوي اللي في الدوم ايه؟ انا عايزك تغش من هنا. غش اللي احنا عملناه هنا هو الاضافه هو بتاع هو اللي فوق ده اه واصل من اللي فين؟ من الكاميرا الافقيه رايح لحد مسافه اكس جوه الدوم يعني معدي الخط المنقط. يعني الخط المنقط ده مسافته عن الكاميرا الرئيسيه اكس اهي من الكاميرا الرئيسيه لحد الخط المنقط المسافه دي اكس المفروض فهي دي. فقوم جاي راسم خطوط من الكاميرا الافقيه رايحه لحد بعد الاكس. غشيتها من هنا هي من الكاميرا الافقيه رايحه لحد بعد الاكس اهو. دول كام؟ 6.10 كلهم مستمرين اه لان مش هتواجهك المشكله دي هنا لانك مش رايح مش رايح ناحيه القبه فوق فهتلاقي المسافات تقريبا متساويه. طب ناقص مين؟ الحديد البنفسجي ده هيبان هنا ايه؟ دواير. فترسم دايرتين تانيين. خد بالك ان خطوط الدوائر دي مش ماشيه مع دي وتكتب عليها 6.10 على المتر ويبقى كده سعادتك رسمت البلان بتاع الدوم. صعب يا شباب؟ وليه الدايرتين دول ما جوش مع الدايرتين دول ولا؟ لان ده تسليح علوي وده سفلي. اللي هو حاجه ده حماده وده حماده. تمام تمام. طب انا عندي بقى سؤال. انا كده خلصت. عندي سؤال واحد بس. اتفضل يا باشمهندس. انهي من الدايرتين دول اللي بالازرق ولا بالبنفسجي اللي ينفع يترسموا جوه هنا؟ الازرق. اشمعنى؟ ما هو اللي مكمل انما البنفسجي واقف. صح كده. اللي بالازرق ده
ده التسليح اللي من بداية لنهاية الدوم. فالدايرة دي تشوفها هنا ماشي، تشوفها جوه ماشي، يعني ممكن ترسم دايرة دي هنا جوه ماشي، إنما اللي بالمنفسجي اللي على اليمين ده، ده لازم يبقى جوه المسافة إكس، ما ينفعش يعدي لجوه الدوم، يعني هو آخره من الكاميرا الرأسية لحد المسافة إكس، ما ينفعش ألاقي إن الدايرتين اللي بالمنفسجي رسموا من جوه هنا. خد بالك من الحتة دي وقعت تتلخبط. حد يا شباب عنده أي سؤال؟ شكرا. نتقابل السكشن الجاي ان شاء الله، نشرح بقى بقيه الدوم ونشرح فكره السلندريكال شيل اللي كانت ناقصه. ما هتصغر وقت السكشن بقى شويه يا باشمهندس. انا خلصت. خلي بالك يا باشمهندس، دول سكشنين وانت يعني خدتهم كانهم سكشن يعني واحد. انت حطيت لنا ورق كتير بس انا مكتوب عليهم سكشنين فعلا.